ديار فلفلي، اهلا وسهلا فيك. هاي جاد، فيزيكال ترينر منتخب لبنان، وكمان فيزيكال ترينر نادي دينامو، وكمان فيزيكال ترينر ومانجر بميركوري. يمكن اكثر شخص بهيدا الورد كاب مع منتخب لبنان كان له علاقه دايركت بالنتائج، اذا كانت رح تكون منيحه او مش منيحه، بس اكثر شخص يمكن العالم ما بيعرفوه. لهيك حبيت استضيفك اليوم، لانه سمعنا كثير اخبار عن وزن عمر سبيلمان، وسمعنا كثير اخبار عن اذا اللعيب ان شيب او اوت اوف شيب، وانا بيرسونلي كمان شفت عالم عم ينتقدوا انه نحن يمكن بدنيا منا مش بس فيزيكلي ريدي او ان جيم شيب، حتى اذا بتحس يمكن كمان انه الاثليتيك ابيليتيز تبع اللعيبه تبع منتخب لبنان مقارنه مع لعيبه اوروبا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه كنا يمكن اضعف. بس هذا كمان شيء ما خصه بس اكيد بالفيزيكال ترينر، وما خصه بس باللعيبه، خصه يمكن باجيال واجيال ما رأيت قبل، وكلتشر كتير كبيره رح نحكي كلها عنها اليوم. عنا كتير نحكي عن منتخب لبنان اكيد، بس قبل ما نفوت بكل هيدي قصه الترينر ومنتخب لبنان، وقبل ما نفوت اذا بدك كمان بقصه عمر سبيلمان، عبالي شو اعرف اكثر عنك، وعبالي العالم تعرف شو اكثر عنك، لانه بيير فلفلي مش صدفه اجا وصار ترينر منتخب لبنان. بيير فلفلي هو سنين وسنين قبل تحضر مع نوادي كتير كبيره بلبنان وبرات لبنان تا يوصل يقدر ياخد منتخب لبنان ويمرنه على بطوله العالم. مين بيكون بيير فلفلي؟ اول شيء جاد ثانك يو لك على الاستضافه، بشرفني كون معك، و أنا حجاوب على كل أسئلتك أكيد بوضوح بصراحة، نوضح كتير أمور ونخبرك عن كل هالمرحلة اللي مرقت آخر شهر كيف كانت كل التفاصيل، وحبلش بالشي اللي أنت تفضلت فيه الكاريير تبعي إذا بدك كيف بلشت. مثل حيالة تلميذ بالمدرسة بحب سبور، بس وقت رحت على الجامعة كنت رايح أعمل بايلوت يعني بايلوت بالجيش او بايلوت بالبرايفت سيكتور. برايفت سيكتور اوكي. وفجأة بلاقي انه انفتح دومين بالجامعة اللبنانية فيزيكال ايديوكيشن، وبتعرف شو الاتجاه كان بالزمانات، استاذ سبور بالمدرسة وهذا منه معلم او بيجي بلاعبنا بيلبس ثياب رياضة بس يعني. فانا حبيت فوت بالتحدي وتسجلت، ما انقبلت، تسجلت بالجامعة اللبنانية وما انقبلت، حطونا 6 اشخاص على الويتنج ليست وبدقوا لنا اخر نهار، وانا ماني مقدم ولا كونكور على غير محل يعني، دقوا لنا وقال تعالوا تسجلوا. الليسانس كانت 4 سنين، بثالث سنه بيعطوني منحه، هني بيعطوها لرابع سنه، اعطوني اياها بالثالثه. فهذا شيء فرجاهم بهالثلاث سنين انه انا زلمه جدي وزلمه حابب شو عم بعمل وبدي اوصل. ما عم بقول لك هذا اللي ما بينام عم بيدرس كل الليل، لا مش هيك، بس حبيتها. وهذا الشيء ما كان بخولك انه غير تشتغل بمدرسه، فمن وقتها ضل في طموح يعني، هذا الشيء ما شبعت منه. فكنت نهار التخرج كنت اوريدي انا بلشت عامل كونترا، كنت قبل الظهر مع ساجاس برازيليا المدرسه، علمت فيها 6 سنين بروف دو سبور. بس بعد اول سنتين كمان بلشت حوس لازم طور حالي. علاقتي بالجيم كانت بس انا ممبر بالجيم، بس ما كنت اعرف اذا عم بتمرن صح، وما كنت اخذ الكونتنت الريش المعلومات بالجامعه عن الجيم، فبدي اطور حالي. سجلت بكذا كورس انستيتيوت برات لبنان لايف، ما كان في شيء اونلاين، وبلشت اخذ فكره اكثر. قدمت على وظيفه بعد الظهر لان حسيت حالي تلميذ، بروح الصبح وبرجع على البيت كاني بعدني عم بتعلم. كان في جيم بداون تاون كبير كثير مهم بوقتها 2004 عم بحكيك، اسمه نوتيليوس. بتذكره كان من اهم الجيمز، ونعمل لي انترفيو كمان والحمد لله انقبلنا. كنت فلور ترينر عادي، ما كنت اعطي برايفت سيشنز، صرت طور حالي، اعمل كورسز نيوتريشن، اعمل كورسز بالبيرسونال تريننج، طور بعد كان فتح بالجامعة الأنطونية شيء اسمه دياب ديبلوم بريباراسيون فيزيك من جامعة ليون بفرنسا، وهذا الشيء متخصص باللياقة البدنية. أنا كشخص كإنسان بيعمل الرياضة كنت فوق 10 رياضات بمارسها، عندي التكنيك في رياضات 60%،
عم جود في رياضات 80%، كنت حشري ببعض الرياضات طور حالي، بس ما كنت انا لاعب فيرست ديفيجن، ما كنت لاعب منتخب، بس كان عندي نقص اللي هو حابب اعيش عيشه اللاعب والمدرب. فانا جمعت هذا الشيء اللي عندي انه بدي اجمعه بمحل انه انا اكون بتيم، بدي اعيش عيشه الفريق، كون مع الفريق كيف بيعيشوا يوميا، كيف بيتمرنوا، ان كان بالملعب بالجيم بالدورات. ففتت سجلت بهذا الدبلوم، اخذت سنه ونص، عملت اول ستاج لي بنادي الشانفيل بنات درجه اولى. بعطيك اكزامبل، ريبيكا عائل كان عمرها 15 سنه سنت البريفي، كنت عم دربها بهذا الموسم، عملت موسم كامل معهم، كان ستاج للجامعه. الحمد لله كان ناجح الستاج، خلصت جامعتي، قدمت دوسي دو ستاج، قدمت كل شيء. من بعدها صار لي شانس روح على الحكمة فريق الرجال بال 2008. مين كان كوتش وقتها؟ فازلي ماتيتش. كان كوتش إليم شنطف، كان مدير فريق ورئيس نادي جورج شهوان. بلشت مع نادي الحكمة هذا الموسم، كان أول موسم لإلي. ما بخفي عنك، رحت أول تمرينة طلب مني الكوتش تو تاسكس بس، وارم اب وستريتشينج، ما بده مني أكتر من هيك، وأنا جاي راسي كله معلومات وبدي فضيهم بمحل بس دغري تأقلمت إنه هو بده هيك، هو الهيد كوتش. كان في لعيب NBA سماكي ووكر، كان في، ما بدي أنسى حدا، كلهم مهمين، روني فهد، صباح خوري، باسم بلعج، جو غطاس، جو منصور، كل هاللاعبين كانوا بهالفريق. بس ما بدي أطشك، بس لسوء الحظ ما بعرف إذا بتتذكر كيف بلشنا الحلقة، أنا برأيي نحن الأتلتيك أبيليتيز تبعونا واللعيبة تبعونا ما فينا نقارنهم ببرا، لأنه ليك الكولتشر تبعونا كيف بال 2008 عم بتقلي شغلة الفيزيكال ترينر بس تحماية وستريتشينج، يعني أول خمس دقايق بالتمرين وبعد التمرين. يعني الصراحة جد اللي عم تقوله مزبوط، وفعلا أول ما رحت كشفت على الملعب، كان ملعب فؤاد شهاب، فتت على في غرفة برات الملعب، فتت ما فيها شيء، فيها أكس مصدى، بوكسز خشب، يعني في عليهم صدى، يعني إذا بتوقف عليها بتهر. وهاللاعبين هن لاعبين منتخب أكتريتهم، ولاعبين إلهم اسمهم وتقلهم بالبلد، أول شيء بدي أوقف بوجهن ياخدوا ثقة مني، بدي أقدر أقدم لهم شيء. طلب مني هتاس وما عندي جيم، فكل شغلة بدي يكون على الملعب. صرت اخترع، بذكر اكسسوارز بالبلد ما كان فيه، ما كنا كتير نطلب اشياء من برا. اول لادر عملته من منشر غسيل، جبت حبال ربطتهم ببعضهم، يا ريت عندي صوره اجيب لك شوف تشوف، بس صرت اشتغل فيهم. كسبنا ثقه اللعيبه، روني فهد يجي قبل بساعه من التمرين، بلش اذا تمريننا الستة انا اكون موجود قبل بساعه، بلش يجوا اللعيبه واحد ورا الثاني، صرنا نشتغل نشتغل نشتغل. وهو كانوا الامكانيات بوقتها يعني محدود الامكانيات، والمدرب اوقات ما بيقتنع منك، او بيكون هو بباله في شيء معين بده يعمله، بروح انا اجيب ستاديز اعمل برنت فرجيه هون تيعطيني الضوء الاخضر. من هون لهون قدمنا موسم، جددنا بالحكمه موسمين من بعدها، وطلعنا على ملعب غزير. كمان بدي اقول لك اللي اكتسبته هونيك، انه بهالثلاث مواسم اشتغلت مع ست مدربين اجانب، كل موسم اثنين، يعني بذكر منهم ماتيتش، فيكيو، نينات، كيرزيتش، أباز، تاب بولدون، وتعلمت من الكل واستفدت من الكل، أعطوني معلومات، وسقوا بشغلي وفعلا ريحوني يعني، بس كانت إمكانياتنا محدودة. يعني بذكر آخر سنة بغزير صار في الجيم، هيدي كمرحلة حكمة. من بعدها كنت بعدني عم بطلع أكتر، عم بعمل دورات أكتر، اجاني ظرف سافرت على دبي. بعد ما طلعت مع الحكمة على دبي حبيت اطلع اجرب هونيك عيش هونيك، اشتغلت سنتين بالجيم يو انرجي، جينا فتحنا ببيروت، قعدت سنة ونص ببيروت، ومن بعدها اجاني الأوفر بالرياضة. اوكي سوري بس بدي اتشك، امر تروح على الرياضة، لانه اول شيء كنت عم تقلي انا وقفت على الجامعة اللبنانية، انت كنت عبالك تعمل سبور، بس كنت شوية مش عطلان هم إذا شيء، بس يمكن لأنه ماكسيموم فيك يكون وقتها هو أستاذ مدرسة، عبالي كنت أعرف بس شوي، لأنه أنا أكيد كثير أنه في عالم عم تحضر
عبالها تعمل سبور، مع انه العقلية شوية تغيرت بس بعدها عقلية الاهل موجودة انه شو ايه بس تعمل سبور، تدرس سبور كلمة تفوت تعمل استاذ مدرسة او هيك. عبالها اعرف شو كان رأي اهلك بالموضوع لما انت جيت تعمل سبور، كانوا سبورتيف لهذا الموضوع او يمكن كمان كانوا هن ضد هذه الشغلة حتى لو انت هذه الشغلة بتحبها؟ احكيك بصراحة بي ما تدخل ابدا. اوكي. امي كنت شوي تشوف انه في بوتنشل محل معين، كنت كتير شاطر بالماتيماتيك انا، يعني تشوف انه يعمل تيليكوم يعمل اوكي رايح يعمل بايلوت شيء خاصه بالهندسه بركي. بس بحكيك بصراحه متسهلين كانوا كتير. أوكي. جدا جدا. مع انه اي سنه نحن عم نحكي نفتح الجامعه؟ يعني 2000 و... شو بدي اقول لك يا جاد، يعني زيد 18 سنة إذا بدك على على لا إذا بدك شيل 24 years. شيل 24 years 2000 تقريبا years. يعني تقريباً. العقلية كانت غير وقتها، كانت غير يعني، ودومين جديد عم يفتح بلس إنه بيعتبروا إنه أستاذ رياضة، حتى الليبي الموظفين بالمدرسة كانوا يعتبروا إنه هذا منه نيفو تبعنا، بينما لا هذا عامل ليسانس دارس أربع سنين مثلك مثله، وقادر يعطي أكتيفيتي بعد وقادر يطور حاله يعني. هلا الإنكم تبعه محدود في لها تسهيلاتها، بس انا ما شفت حالي قادر. انت قلت بحلقه سابقه حسب انت كيف بدك تعيش. مزبوط. حسب اي لايف ستايل بدك تعيش. والله مزبوط. ف اليوم اذا بدك تضرب حالك تتعلم اولادك تتجوز معلمه يمشي الحال. مزبوط. بتعلمهم وانت بتتجه تطور حالك تطور عائلتك تطور اولادك اكثر يعني معيشتك. بلس انه مش الهدف مادي، الهدف انه انا بدي اطور حالي بهذا النوع. هذا هي الامبيشن تبعولك. هذا الاساس صراحه. ف بدي خبرك انه بالنادي الحكمة كتير لاعبين تأثرت فيهم واستفدت من وجودهم وعطوني من خبرتهم، لانه بوقتها روني طلع لاعب بالصين، صباح بالصين من افضل اللاعبين بدي اذكره، اسمح لي غالب رضا اللي كمان اول مرة اجا شافنا عم بشتغل طلع فيه انه من هو هذا بدي يمرني، بس بعد جمعة جمعتين تغيرت النظرة كمان عطيني ثقة، وهذا الشيء بريحك يعني، هذا بخليك بعد لا تروح انت تبرح ايش تجيب لهم الاحسن. فهودي الناس ما فيني انسيهم ما فيني انسيهم. رجعت خبرتك تعينت بالنادي الرياضي لاربع مواسم. ظروف النادي الرياضي بلا حسيده اكيد كانت افضل من ظروف نادي الحكمه، في استقرار اكثر، فيك توصل للهدف انه تربح اكثر. انا بالنهايه كمان بدي اربح يعني، ما بدي أقضي موسم بس إنه أخذت خلصت هالموسم أبدت السالري تبعي ووقفنا وخلصنا. إيه الفيزيكال ترينر بمحلات كتير مثل الكوتش مثل اللعيبة، يعني اللعيب لما يجي يمضي مع فريق أهم شيء بالنسبة له هو واحدة من هالأشياء، المصاري البلاينج تايم للترينر، هو الرول تبعوله للترينر ويربح كمان أز ويل. يعني دول ثلاث قصص هن أساسيات للعيب وللكوتش وللفيزيكال ترينر. ما أنت بارت من هالمنظومة كلها. مزبوط. بارتن الكوتشينج ستاف وكل شيء عم تعمله كرمال هاللعيب، وبالاخر بدك نتيجه تضل في موتيفيشن يعني، ما بدك تيأس. فكان الحمد لله الوضع كثير احسن، بلس عم باي 12 شهر بالحكمه. كان الوضع كل سنه في رئيس نادي، في تغيرات كثير، في قله ثبات اذا بدك، ما في ستابيليتي ما في شيء، كنا نوقف بالصيف. بينما هوني كنت بذكر اول سنه جيت وائل طالع طلعته عامل موسم قبل ما انا اجي، بعده بالجامعه. اوكي انا النادي مقدم لي 12 شهر، انا واجباتي انه هاللعيبه تضل معي 12 شهر، ممنوع انه ما يكون معي بالصيفيه، ممنوع انه انا ما اسال عنه، انه انا من ضميرك هذا قبل ما النادي يجي يقول لك. فكنا نخلص اول موسم، اول شيء بلشنا تحضير. سوبوتيتش ما كان بلبنان، اجا بعد شهر، كنت انا مستلم اوريدي اربع خمس لاعبين، وفي اللاعبين اللي كانوا برات لبنان بيعيشوا برا، واللاعبين اللي اخذين رياحه مثل اسماعيل احمد والباقيين. فتجتمع الفريق كله سوا وبلشنا تحضير يعني. بعد هذا الموسم يعني جاد فوق الخمس سفرات، وتروح انت دغري على ضغط من محل انت مسافر سفره على دبي ودوري حلب، تروح انت بظرف شهرين صرت مسافر ثلاث سفرات ثلاث دورات، بدك تجرب قد ما فيك تحافظ على عيبتك، تركز على تقدر تقنعه لسوبوتيتش انه يا خيي بعد الداي اوف انت طول بالك شوي، بتطلع بروجريسفلي، ما فيك دغري تجي انه انا مريحهم لا بدي كسرهم. خاصه كوتش
old school شوي، يعني مش انه فيك تيجي تقول له هو صار 30 40 سنه بيمرن تيجي هلا تغير له شوي عقليته كيف بده يمرن 100%. وتقدر انه load management كمان تقدر انت تحط الانبوت تبعك، يعني تفرض انت شو عم تحكي انه يسمع لك. فكنا نعاني بهالموضوع شوي، بلس بنفس الوقت هو مقدر انت شو عم تقدم. يعني يعني كان يجي نهار مسكر النادي حتى الشباب اللي على الباب منهم موجودين، يكون هم اجتمع مع الإدارة اجتماعاتهم عشان يسمعوا طاجي الطابي يلاقوني يا أنا وفادي، يا أنا ووائل، يا أنا وأمير، يا أنا وجان، يا أنا وحدا من الشباب، يا اسماعيل عم نشتغل، روح عيد اليوم داي أوف، روح هيدا ما في شغل شغل شغل، اللعيب عم بيطلب هالسيرفيس أنت بك تقدم له إياه، أنت مسؤول 12 شهر. وبتصور هيدا الشيء نجح الفريق، والعقلية اللي عندهم إياها الشباب كلهم كجروب بدهم يربحوا، دائما بدهم يربحوا، بيضحوا بكل شيء بآخر شهر تا يربحوا، بيضحوا بنفسهم للفريق، لصالح الفريق، لصالح النادي. وهذا الشيء خلينا أربح، أنا ربحت مع الفريق، أنا شاركت ببطولتين آسيا، مرة وصيف مرة بطل، بطولة لبنان 3 ألقاب الحمد لله، هذا جهد كل الفريق والإدارة وكل المسؤولين. بس هذا الشيء بيخليك ما تبخل بشيء، يعني ما فيك نهار تقصر. أنا بأربع مواسم غايب نهار عن النادي الرياضي، وبالصيفية مثل ما قلت لك إذا أول موسم وصلت لليفل معين مع لعيبتك صرت حافظهم عن غايب شو بيقدروا يعطوا شو ما بيقدروا يعطوا، طيب فترة راحة صغيرة ضرورية، بس ترجع بتبلش بتكمل السنة اللي بعدها صاروا بليفل أعلى، أنت عم بتكمل اللي بلشته، مش عم تقطش شهرين ثلاثة ترجع تبلش من ما بتعرف من وين، مش عم لك من الصفر ما بتعرف من وين، فأنت بعدك إن كونتاكت مع الكل، وهذا الشيء بنجح. وهذا الشيء فيك تربطه ببرا بأوروبا وأمريكا وهالبلاد، وهذا الشغل اللي بيصير على اللونج تيرم هو اللي بيوصلك للنتيجة المضبوطة. هلا وعيتنا على شغلة، هل 12 شهر يلي عم تحكي عنه أنا وإلي حجار لما كان معنا كمان على الأبيسود كنا عم نحكي عنه للموضوع، إذا بتفكر فيها لأنه موسم الباسكت بين 6 شهور 7 شهور أوقات بيروح 8 شهور، عندك هيدي الأربع شهور اللي هي بتكون إذا بدك أوف قبل ما نرجع نبلش بالنوادي، ثلاث ارباع النوادي اذا مش كل النوادي بيعطوا الفيزيكال ترينر كونترا على 7 او 8 اشهر، اذا بتحسبها هدول 4 اشهر الرايحين وبتضربها ب 10 او 15 سنه يلي هو السبان تبع اللعيب من 20 سنه ل 35 سنه بيلعب، 4 ضربه 15 60 شهر، يعني انت كانه عم تروح له بكاريرته للعيب 60 شهر. صحيح. من ال 20 سنه لل 35 سنه اللي هن البرايم ييرز، فبتخيل انت هيدا ذات الشيء اضربهم كمان من 10 سنين ل 20، يعني تخيل قد ايه اللعيب فيكون تطور مستواه لو بدل بس تامن له فيزيكال ترينر يلي هو كتير اساسي بالديفلوبمنت تبعه له من 10 سنين ل 30 35 سنه، انت عم تامن له اياه بس على 8 اشهر. صحيح. وهذا الشيء جاد كمان، انا ما بدي حدا يفهمني غلط، بس هون كمان انت طالما هاللعيب مجدد له، طب ما انت على القليل امن للفيزيكال ترينر، على القليل ترانسبور انه يضل محافظ لك على جزء معين من اللي اشتغله، لانه حتروح كتير وحتخسر كتير. فمش هناك اللاعبين هلا الحمد لله الوضع هلا احسن بكتير من قبل، يعني قبل ما بتعرف عنهم شيء بالصيفية، هلا بتعرف كلهم عم بيتمرنوا كلهم عم يشتغلوا ان كان معي ان كان مع غيري، بس برافو عليهم تطور الكالتشر، يعني ما في لعيب يهمل حاله. في لاعبين هلا اجت من كاس العالم بلش التمرين، بغض النظر هلا انا لاني مسؤول عن الفريق 12 شهر انا ما بقبل الفريق بالسيزن او هيك يكون لاعب عم يتمرن مع غيري، بس انا بالاوف سيزن وفريق اوكي مثل ما قلت كونترات 8 اشهر او هيك وراح يتمرن بغير محل ما في مشكل، المهم يتمرن، كل الشباب شاطرين وكل الشباب منيح وكلهم دارسين وكل واحد عنده طريقته. وبالعكس هلا ذكرني بس نوصل على الناشونال تيم خبرك خبري عن هالموضوع، يعني كيف انا تعاملت مع اللاعبين بهالظرف القصير اللي كنا فيه بالنسبه للبروجرام للتمرين. فهيدا بالنادي الرياضي بلس انه هذا الشغل اللي قدمته كمان خلى سوبوتيتش انه ساعدني بمحل بالعلاقات تبعه اولمبياكوس منتخب سلوفينيا اني رحت عملت انترنشيب قعدت 3 ويكس ب 3 ويكس بيج تيم ان يوروب سلوفينيا بجبل قاعدين فوق عم بيتحضروا منتخب صربي عم يتحضر ليورو وقتها كانت 2017 هيدي تمرين صباح تمرين عشيه يعني اقل التفاصيل انت فيها انت موجود مع الكوتشنج ستاف واللاعبين
وهلا بالورد كاب كان بعد في 4 لاعبين من هذاك المنتخب موجودين، مثل زوران، مثل البيج جاي، مثل بيبرليتش، مثل ياكا بلازيتش، هودي كانوا موجودين. لوكا ما اجى بعديك الفتره، كان عنده عرض من ريال مدريد، عرض كبير ومغري وعمره 17 سنه، فضل يحضر حاله مع ريال، يعني ما التحق بالمنتخب، مع انه هيدي عنا غريبه هون اذا بتفكر فيها انه واحد ما اجى على المنتخب. لا صارت مع يوسف خياط هي زيت اذا بدك تفكر فيها، مع انه ما كان في مصاري بميشيغان، بس هو كمان بمحل ما يمكن فضل، لا مزبوط كان في كمان اصابه، بس هو كمان بتخيل فضل يبقى مع فريقه كمان يتحضر ويقدر يكون ستارتر او له بيج رول هيدي السنه، من انه يغيب شهر عن الجامعه وعن التمرينات تبع الجامعه. ان شاء الله شيء يفيده اكيد على الصعيد الشخصي وبالمستقبل يفيد المنتخب هو وعناصر غيره، ويروح على كاس العالم اكيد ويعملوا نتائج افضل. ف وغيره يعني هيك لازم نبني منتخب هلا بنحكي فيها. وبالنسبه لاولمبياكوس هو بيج تيم بيوروب، منه ناشونال تيم بس بيج تيم بيوروب. كمان بتشوف الفرق بين الناشونال تيم والتيمز كيف يتحضروا، كيف المينتاليتي كل يوم they want to win 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 win، مع انه البادجت من سنه لسنه بيختلف، اوقات بروح نصه للبادجت حسب ميزانيه النادي، بس كمان you get the experience من كل واحد موجود بالكوتشنج ستاف، كيف بيشتغل، كيف الكوميونيكيشن بين بعض، جهاز الطبي مع الفيزيو مع اللي بيعمل مساج مع الترينر، بلس كيف تندار التمرين السيشن كله، مين اللي عم بيحكي على الملعب، مين الممنوع يحكي على الملعب، مين الويف بس عم يتفرج، والإيفاليويشن لكل سيشن كيف تنعمل، هودي ديتيلز كتير مهمين. كمان بمنتخب اليونان حاليا كان في لاعبين أنا على وقتها كنت مثل بابا بيترو كان هونيك، أجرافانيس، كذا حدا كانوا حاليا بمنتخب اليونان، والتقيت فيهم بأبو ظبي يعني they did well. بس كمان بقول لك انت بالورد كاب وتفرق بين نهار والتاني، هذه باسكتبول، فهيدي الانترنشيب كتير ساعدتني. خلصنا مع النادي الرياضي سنتين، جددنا سنتين، وبدي اذكر شوي انه كان عندي فوتبول تيمز ان باراليل كمان نجمع عهد، بلس صار في تواصل مع استاذ كريم كرمال ميركوري، ومانا نفتح شيء كبير ببيروت وكذا اكتيفيتي يعني بلس الجيم، فكان صار الوقت انه نركز بمحل واحد بمؤسسة اذا بدك عم تنبنى للمستقبل، وخاصة باكيد بالشي اللي بنشتغله، بلس موضوع الفرق والسترينكس اند كونديشنينج يضل موجود. ما بكذب عليك اول سنة سنتين كنت بعيد عن الفرق، ركزت حالي بالمانجمنت اكتر، خلقنا تيم من اللي بتعرفهم حضرتك، هلا تحت صرت يعني بتشوف الشباب تيم كبير كترينرز 12 تو 14 ترينرز. تبي هو one of the best gyms، مش بس كاكويبمنت وكنظافه وككل شيء، حتى كترينرز كنوليدج كجو تمرين كعالم مرتبه. انا صرت مارق كثير على جيمز عن جد، يمكن احلى جيم مارق عليه بلبنان. ثانك يو لك. وبس انا بلشت شوي الامور مشي، بتعرف ظروف البلد كلها الاكسبلوجن والكوفيد وهيك اخرتنا شوي، بس رجعنا هلا الحمد لله الامور كل الجولز اللي كنا حاطينها ورسمينها الحمد لله عم نقدر، يعني اللي حكيناه عم نعمله، يمكن عم بياخد وقت شوي بس صرنا مرحلة التنفيذ. يعني جمعنا جروب من الشباب اكيد مميزين وشاطرين، إلي كان ضيفك هذيك المرة، كمان بنقول له جود لك وين ما يكون، هو بعده جزء من ميركوري وبيمثل ميركوري حتى اليوم كنا عم نحكي حتى مطرح ما هو. كتير أتليتس بعضهم بيجوا كرمال يتمرنوا معه زي فولو هز بروجرام. نحن كتيم كمان عنا 3-4 أشخاص كمان من الإليت عندهم بودكاست كمان، إذا بتشوفهم عنا شفت مرة مزبوط ياس وإلي وفادي كمان ما بيحكوا إلا ساينس الشباب يعني. ما بيحكوا شو ما كان، كل واحد بدومين معين، كل واحد سبيشاليزد بشيء معين بسبور معين، مش هيك بده يكون عندك توليفة مثل الفريق. مش كلهم بيلعبوا نفس البوزيشن، كل واحد عنده تاسك عنده رول تقدر تلبي نيدز تبع الكلاينتس، فهذا الشيء اللي موجود عندنا تحت. والديبارتمنت سترينث اند كونديشنينج جربنا قد ما فينا نطوره بطريقه انه ليتلي جبنا تو ماشينز من شركه فولت
للتستنج، واحدة بيرفورمنس، واحدة أكتر بيوميكانيكس أسسمنت. سو ليتلي برشلونة عم يشتغلوا عليهم، توتنهام عم يشتغلوا عليهم، كذا فريق بيوروب غير الباسكتبول تيمز. وبريجن بتصور كنا من الأول اللي منجيبون على لبنان، خاصة في أكيد بقطر. تعطيك داتا جاد كتير كبيرة تو أنالايز هالداتا. بدك أشخاص، مع احترامنا للكل، مش بعد مبلش بالدومين، بدك أشخاص تقعد وتركز ورا اللابتوب تو أنالايز هالداتا. أنا والله جاد مبارك لازم نشتغل له بهالطريقة، لازم عنده ليميتيشن بهالمحلات، لازم ننتبه له هون، لازم يعني كل شخص عنده his own assessment to design the best program for him. وهذا هي sports science. يعني هلا التمرين مش مثل 20 سنة، مش كل العالم تتمرن بذات الطريقة. أكيد كل واحد مش بس عنده specialized program. تخيل نحن in a time فيه data لدرجة أنه صرت تعرف المايكرو مانجمنت تبع كل شخص كيف لازم يكون. Exactly. كيف بيتنفس، كيف بياكل، كيف بينام، قديش مهم النوم. هذيك مرة كنت عم بحضر لأنه دكتور هوبرمان عنده كمان بودكاست about neuroscience وهيك، قديش مهم مثلا أنت لما توعى تشوف sunlight. يعني سنة بمحل كتير عنا details وداتا مهمة تنقدر نشتغل عليها هيدا. بس لسوء الحظ كمان نرجع على ذات الشيء أنه نحن بلبنان دايما مأخرين عن برا. يعني حتى بالسبورت ساينس مأخرين عن برا، بالديتا، بقراية الديتا سنة مأخرين عن برا. فيمكن وانس منصير نحن كمان شوي عم نتطور بهذا الدومين، والجيل الصغير تبعنا الجديد عم يطلع متطور بهالطريقة، ساعتها فينا نبلش نفكر انه هدول اللعيبة تبعونا عم بيكونوا عم بينافسوا على مستوى World Cup او Olympic Games in terms of athletic abilities. Exactly. فهذا شيء بيتطلب سنين وشغل. ويمكن نحن بس بلشنا، قلت لك ما كان في شيء. هلا الحمد لله انه ميركوري قادرة تأمن هالماشينز نحن نستفيد منها ونعمل ريسيرش عليها، مش بس نمرن اتليتس ونطلع داتا. بلس انه ميركوري بدي اقول لك محل ما انه بس تعت مرن وفل، we give awards to athletes, distinguished athletes بالAUB مثلا عملناها already. حيكون في تكريم للأثليتس بلبنان لكذا شخص بكذا سبور، مش بس بسبور معين. طبعا الناس بدها مين يكرمها، مين يتطلع فيها. مزبوط. تعبي تاع حالها من مشي. عنا CSR program نهتم بكتير بهالمواضيع. يعني شي مرة بنقعد أنا وياك وخصل لك شو نعمل. عملنا كتير already لهلا، كتير كتير منركز على المواضيع، مش بس الأكتيفيتيز والكورس والأكاديميز اللي عنا إياها، اللي الحمد لله كتير ناجحة يعني. سو هيدي the place اللي أنا فيها هلأ، اللي بعتبرها بيتي. أكيد لحالي ما كنت قدرت أعمل هيك شيء، ما كان يتأمل لي هيك facility وهيك equipment. مشان هيك جاد أنا بدي أدعم من عندك من هون. حيلا شخص عم يدرس أو بعده مبلش بعده بالليسانس، نحن ما عنا مشكل نستقبله عنا كإنترن ويطور معلوماته من هلأ، لأنه هدفنا نطور هذا الجيل كله، مش بس اللاعبين، كمان الأشخاص اللي بقى تشتغل بهالدومين لبعدين. بكرة أنا بدي أخلص، بعدين غيري بده يخلص. ذكرت إلي حجار من اللي كتير شاطرين، فرق أنا وياه هلأ 10 years. بكرة بعد 10 years هو بيصير هون، واللي عم بيكتسبه هلأ غير اللي أنا اكتسبته بس كنت بعمره. وما بدي أنسى حدا مثله، في أمير، في فؤاد، في جورج، في الشباب كله، كلهم دارسين، كلهم تعبين على حالهم وبعدهم عم يتعبوا. كل واحد عنده أفكاره، كل واحد بشوف بشوف بمحل لازم يطور حاله، عم بيطور حاله تيفيد غيره. وانتبه كل واحد أخذ باث معين. 100%. يعني في عالم تروحوا into a more business side of sports، في عالم راحوا into a more educational side of sports، في عالم راحوا بعضهم أنه على الأرض الملعب أكتر. وهذا الشيء الحلو اللي فيكم كترينرز، كهيد أوف ترينرز بدك، أنه هني 3 أو 4 main pillars of training، كل واحد أخذ different path عن الثاني. كتير منيح هذا الشيء، التنوع. بلس انا عم شوف هلا مثلا كتير اشخاص كمان صاروا برات لبنان بالدول العربية، يعني through social media وهيك، عم بنبسط انه طلعوا لبرا من هلا عمر صغير، عم ياخدوا experience برا. وبحكيك كل صراحة، انا اذا حدا بيجي بيسألني هلا انا وين بدي اعمل كورس او هيك، بدله على الاشخاص اللي انا سميت لك يون هلا. واذا اجاني حدا بده يتوظف بميركوري، بس اطلع على السيفي وشوفه عامل كورس معهم، هذا الشيء بيريحني. انا بعرفه مع مين درس وشو درس، بس انا اكيد بحطه بالجو تبعنا، بالموديل اللي عنا اياه بميركوري،
بيلحق المانيورز اللي نحن بدنا اياهم, بس على القليل عنده باز قويه. فهذا شيء كتير منيح. وبارت الادوكيشن بميركوري كمان حتشوف جاد للمستقبل, شيء كمان كتير كتير حلو. الادوكيشن هي كتير عنا اياه مهمه, غير انه بنعطي اوورد للاتليتس بالجامعات. We're gonna give courses later, special courses كمان بمواضيع معينة مش بس محصورة بلبنان, لبنان وبرا. already للتيم تبعنا عم بنعمل workshops دائما. فكمان اللي بحب أكيد ما عمل دعاية commercial بالعكس, بس اللي بحب يشوف حاله بعدين مع فريق أو بناشنال تيم إن كان هون أو برا. أنا بدأي شخصياً كمان أنا نهار التنين حبلش بنادي دينامو. اللي بحب يكون على الأرض ويشوف الشغل بس يتواصل معي. أوريدي من تيم ميركوري في شخصين ثلاثة حيبلشوا ياخدوا هالإكسبرينس, وبس تعينت بالناشنال تيم ما طلعت لحالي, طلعت معي شخصين. نايس. واحد منهم فيزيوتيرابيست. على القليل إذا قعد وبس تفرج ببلش يحط حاله بالجو. والتاني ترينر كمان من اللي إلهم مستقبل ولاعب باسكتبول. ف بالنهاية تتأهل حدا تحطه على الملعب دغري كمان بده يجي يعيش معك على الملعب. يمكن هالفرصة ما كان عنا إياها كلنا الأشخاص اللي ذكرتها, وأنا يمكن ما كان عنا إياها. أنا أول نهار رحت على نادي الحكمة بعد الشنوبيل طلعت بهول لعيبة عم شوف الأسامي قدامي قاعدين على المدرج الفوتبول, في رهبة. أكيد أخدتني شهر بس من بعدها خلاص. ولو ما اندعكت بنادي الحكمة مزبوط ما كنت قدرت أنزل على نادي الرياضة وقدر أقف بوجه هالنجوم كلها كمان. فما في شيء بيجي بالهين, بس عليك 9-9-9 دائما. بس هيدي شيرينج ذا نوليدج بيير كثير مهمه, لانه مثل ما انت كنت عم بتقول انا كمان بعطي صف سكاوتينج بالباسكتبول دبلومه تبع ستيب اهيد مع فؤاد جورجس اكيد. واوقات في عالم بيجي بيسالون انه انت لانه ما في كثير سكاوتس بلبنان انت كيف تروح بتعلم قصص اللي هن السيكريتس اوف ذا جوب. وانا بالنسبه لي دائما كانت انه ايه هدول السيكريتس تبع الجوب, بس اذا بدنا نتطور كلعبه عايزين نطور سكاوتس بلبنان. أكيد. انا مش مهم بس انه يكون بس في سكاوت واحد بلبنان او سكاوتين او whatever it is يعني, ونحن عنا 12 فريق وانا ضلني مثلا روح من فريق لفريق او نبش على المصاري الاكثر. لا مش هذا هي المهم, هي المهم انه نحن كنا نتطور سوا, لانه اللعب لما تتطور كلها على بعضها كلها حنستفيد. ما حاجلها حقلك يا هلا لاتفيا بعتوا على ابو ظبي 2 سكاوت يعني. أكيد. الناشنال تيم تبعنا اكيد عارفين حيقابلونا ب, وهذا ريسبكت لنا اكيد قد ايه محترميننا الجماعه انه بعتوا على ابو ظبي تيشوفونا هونيك قبل ما نروح على جاكرتا. النولج كتير مهمه, ما فيك تخبي, ليه بدك تخبي شو حيصير؟ بالعكس شير ذا نولج, طور الكل. بالنهايه في حظ بمحل بس في الله, وكل واحد حيشق طريقه يعني. مزبوط. ما حدا بيقف بوش حدا وما حدا بياخد من حدا. وبالعكس اذا بتشوف ما زالك ذكرت ستيب اهيد هلا والكورس اللي بتعطيه, اجا تو كوتشز من يوروب نعمل كورس للكوتشيت الباسكتبول سفيروبولوس يانيس. انا قعدت معه بأولمبياكوس كان هو كوتش أولمبياكوس. فبالعكس يعني هالفكره اللي انعملت كتير منيحه وينعمل غيرها وغيرها, وغير ترينر يمكن عم يروح افكار تانية تيطور. مزبوط. اجمعهم كلهم مع بعض هذا الشيء بيطور, ما بضر بالعكس. أكيد. الكل لازم يشارك فيهم, كل لازم يحضر ويطور حاله. اذا شيء كان له علاقه بالفتنس انا صدقنا اول واحد يكون موجود. ونحن كترينرز انا منفتح على الكل وبيعرفوني كلهم. هلا بيوروب عملوا مثل كوميتي مع بعض وصاروا عاملين 3 كونفرنسز الحمد لله شاركت فيهم كلهم مش فيزيكلي اونلاين. بس هودي الاشخاص اوقات بيوصلوا فاينل ضد بعض يورو ليج جيمز, اوقات بيقابلوا بعض خلالهم. بس بالعكس هن زي ار شيرينج ذا نوليدج وعم بيجي من كل العالم. ناس عملوها مرتين بجريس وهلا كانت ببولند, عم بيجي من كل من اهم تيمز يعني ريال مدريد برشلونه اولمبياكوس باناثينايكوس زالجيريس ما يعني سي اس كا فينر كل هالانديه عم بيجي الترينر تبعي حاضر بهالكونفرنس واي تو شير نوليدج. فهذا الشيء بيطور الكل. أكيد. ونحن وي هاف تو شير نوليدج هون لنطور الكل. اذا هدفنا المنتخب لبعدين على القليل عم بحكيك من البارت اللي نحن لازم نعمله, ما عم نحكي تكنيكلي ومانجمنت وغير امور. معك حق معك حق بيير. عبالي هيك شوي نحكي هلا صرنا على المنتخب. اول شيء يمكن العالم ما بتعرف انه انت ما صار لك زمان بالمنتخب يعني. لما العالم مثلا كنت شفت كمان كم كومنت على فيسبوك كانوا عم بيقولوا
انه يمكن البليم لازم يروح على الفيزيكال ترينر والبليمز يروح على الكوتش والقصص كلها. بيير فلفلي منه بالمنتخب على فترة طويلة كان مزبوط. yes. انت جيت قبل بشهر اذا مش غلطان. تعينت ب 31 شهر. 31 الشهر نحن رحنا على الورد كاب ب 22 مزبوط. يعني تقريبا كان عندك شي 22 نهار تقدر yes. تحضر مع المنتخب. yes. خبرني شوي من نهار اللي تم تبليغك انه حتكون بالورد كاب لاخر نهار رجعت فيه على البليم. عبالك اعرف الاكسبيرينس كلها، ما كتير شفتك انا من وقت ما رجعت، قعدنا سوا شي 5 دقائق، عبال اعرف كل الاكسبيرينس تبعولك. بس ما بدنا ننسى هذاك الموسم كنت مع نادي دينامو. اكيد كان اكيد صار فتره بعيد عن هذا لانه مركز على ميركوري، والحمد لله عملنا جود سيزون يعني، واكيد هذا الشيء ساعد. وعيت من النوم عندي ايميل من الفيدريشن. ما بكذب عليك انه الكوتش كان متواصل معي، واكيد في حكي عم بيصير، بس اللي تواصل معه مباشره الهيد كوتش. ف حطيت على الجروب، بذكر انه علي حيدر وائل عراجي اول شخصين هنوني باتصال، واكيد الباقيين يعني. هذا الشيء اعطاني ساعه. وائل كان اول طلعته، كنت انا موجود معه بالرياضه، صار لي فتره ما اشتغلت معه، عشنا 4 مواسم. علي نفس الشيء، امير، الشباب كلها، كريم، زينون، صرت اتخيلهم براسي يعني قبل ما اروح. بذكر كان يجي من المدرسه دغري على التمرين، وصبتش اعطيه الثقه لانه عنده قلب قوي. فما بدي انسى حدا من الشباب، 90% شاغل معهم، بس في بعض انا وياهم لان انا بعيد عن الفريق اللي هن فيه، او مع غير فريق او مش مع حدا. ف بس كل اللي بعرفه عنهم انه الشباب كلهم عم يتمرنوا، كل واحد بمحل او بالترينر الموجود بالنادي، يعني مع الترينر الموجود بالنادي اللي هم فيه. So each one is following his program which is good. حطيت سيناريو براسي انه انا قبل ما اروح على التمرين بدي اروح عندي على القليلة 50% داتا عن كل واحد. تواصلت مع فيزيوثيرابيست المنتخب خليل نصار، اخذت معنا اتصال نص ساعه، هو عم بيحكي انا عم بعيد، ما ندخل نفوت انتو ديتيلز كل شخص شو صاير معه، هيستوري اوف انجوريز يعني. yes. كمان وائل وعلي منصور الكل كان بيعرف طالعين من انجوريز. فلان عنده شويه تاندينيت يعني بينام وبيوع، اوكي فلان ما ننتبه له لهيك تو بريفنت هيك تو، يعني اخذ داتا من خليل قبل ما اروح. فلانه اول نهار كانوا عندي كانوا عم بيستقبلهم بميركوري، وثانك يو انه كان عندنا الفاسيليتي. فاجوا لعندي، انت امير هيدي ما لازم اليوم نشتغلها، لازم نركز هون يطلع فيه انه ليه عم يحكيني كيف معه خبر. كريم انت لازم نركز على كتفك من هون لانه هيك، علي انت لازم صاير معك تاندينيت لازم نشتغل بهالطريقه، حنرجع اشوفكم بعد الظهر. سو هون الشباب ارتاحوا. انا الفتره اللي كانت قبلي ما عندي خبر كليا شو كان عم بيصير، كنت عم تابع المنتخب مثل مثلك مثل كل هالجمهور، اكيد عم بدعي لهم انه يعملوا جود ريزلتس، لانه الشيء اللي عملوه هالسنتين ما في حدا منه مبسوط. أكيد. كل مبسوط. الفايت اللي كانوا عم يعملوها على الملعب الكل مبسوط فيها. بذكر انه عملوا كامب بجزين ولعبوا 2 جيمز مع ايران. بعد 2 دايز اجتمعت مع الكوتش وعطيته ريبورت كامل انا شو شايف اللي كان موجود عنا للشباب، انه كمان الهيد كوتش جاد انت بتعرف وانت بمجال التدريب ومرق عليك مدربين، الهيد كوتش دائما بده يدرب، دائما بده يكسرهم للعيبه بالتمرين، دائما بده يطلع منهم الماكسيموم، بس عندك اوقات لازم تعمل له شوك للكوتش مين ما كان مين ما كان. مش عم بحكي عن كوتش المنتخب جاد الحاج، عم بحكي عن الكل. لازم يكون عندك انت القلب القوي انك تعمل له شوك معين تقول له روق، لانه حنوصل لهونيك نلعب انا وانت وهن ما حيقدروا يلعبوا. علي ووائل طالعين من انجري، امير سعود خلص وصل للاخر، وين راح لعب؟ سوريا، بطل سوريا امير يعطيه الف عافيه. علي حيدر صار عليه راك للفاينل فور، لعب ضد دينامو ولعب وصل
وراح على سوريا كمان لعب سوريا. لعيبة الحكمة اللي كانوا بالحكمة سيرجيو وعلي مزير وبوبو وصلوا سيمي فاينل، شاركوا بدورة خارجية. لعيبة دينامو جاد وكريم ومارك وصلوا فاينل لبنان، لعبوا دبي. اوكي هايك وعلي منصور بالرياضة كمان وصلوا للآخر، بوصل كمان الشباب مرتاحوا. كريم زينون نفس الشيء، يعني ما بدي عيد حدا. انت كمنتخب مش انت الوحيد اللي صاير معك هيك، لعيبة الـ NBA بتعرف قد ايه بيلعبوا جيمز، لعيبة اليورو ليج بتعرف قد ايه بيلعبوا وبيسافروا كمان. فانت حالتك مثل حالة هالمنتخبات، ما حدا يقول لي ما بدي قارن هلا نحن وين وهن وين شو عم يحكي. لا انت الاطال موجود في اللعيبة حاليا مثل اللعيبة اللي هونيك، يمكن اني اسوأ بعد اسوأ. هعطيك اكزامبل، في لاعب غاب عن منتخب سلوفينيا هو اساسي، اوكي بيلعب دنفر ناجتس، كانتشار باور فورورد، كيف غاب؟ 3rd of August friendly game مع اليونان، راح على الفاست بريك طلع عمل دانك، عمل لاندينج ACL، غاب عن كاس العالم. هذا لاعب اساسي، هذا كان ريحهم كتير لسلوفينيا، يمكن قطعوا كانوا قطعوا كانوا وصلوا لهلا، يمكن ما كانوا طلعوا، كان ساعدهم. طيب انا ما بدي اكون متشائم، ما عم بحكي بالانجوريز، بس في حاله ارهاق بالمنتخب. يعني نحن كجهاز فني مستلمين هاللعيبه اوريدي اكزوستد، وانت جاد مطلع ودارس وبتعرف انه الاوفر تريننج لوين بوصل. يعني بيقرفوا الباسكت ساعتها وبيقرفوا كل شيء وبينسوا انه رايحين على الورلد كاب، يعني هالحماس بينسوه. فانا جيت ضويت له بس على الموضوع، قلت له اللعيبه هن حاليا مرئين بهالمرحله، بده ينعمل شوك معين، جود ريكفري على يومين، انت الانتنسيتي تبعك بدك تعدل فيها، خاصه انه بس يكون عندك مرتين على الملعب ما فيك تعمل هاي انتنسيتي الصبح وعشية. فيك بكام معين، ما بقول 100% ما فيك، بس بدك تطول بالك كوتش، ديوريشن تبع التمرين، الدريلز اللي عم تعملها بالتمرين شوي ما نعدل فيها. فكان دوري هون ننظم البروغراماسيون الويكلي مايكرو سايكل، وعنا مثل ما قلت هال 25 يوم بلس انه اللود مانجمنت، تايم اوف تريننج، تايب اوف تريننج، الانتنسيتي، كل هالريكفري عم تي بدها تنعمل. فانا هون بهالمرحله كان هذا دوري، انا ما جيت طور اللعيبه، لانه بعد اول ويك بلبنان جاد رحنا على اسطنبول عنا 3 جيمز، وبعد اسطنبول جينا لهون لعبنا كوت ديفوار، جانا رحنا ابو ظبي عنا 3 جيمز، ورايح دغري على الورلد كاب. فانت بهال 20 يوم اوريدي عندك عد كم جيم؟ شي 10 تقريبا. طيب وانت التارجت تبعك انه تعمل مفاجاه بالدور الاول ويكون عندك كلاسيفيكيشن جيمز تربحهم، فهون التارجت تبعك. انت برايك ان التارجت تبعونا انه نعمل مفاجاه بالدور الاول دائما؟ يعني اذا كنت شايف انه رياليستيك نقدر نعمل مفاجاه بالدور الاول، دائما بدك تخلي هذا الشيء ببالك وتزرعه باللاعبين، تطلع اكثر شيء منهم، وتا انت كجهاز فني ما اكيد ما تبخل بشيء. يعني بدك تضل دائما ليك في وورلد كاب ما في مفاجات، ان كان فوتبول او باسكتبول نفس الشيء. السعوديه ربحت على الارجنتين، جت الارجنتين ربحت الوورلد كاب. ف دائما بدك تخلق هالشيء، بس شبابك برجع بقول لك اكزوستد. يعني امير في مره بعدنا بالورم اب عم بيعملوا دريل بالطابه، الشباب انه حاسب بطه تجوا فضلوا يريحوه، لا خلينا ناخذ وقتنا وهيك لازم. تعرف انت قد ايه افشنت هو وانت عايزه، وهول موجودين بدك تجود فيهم بالاخر، خلص هو هن الموجودين. فكان ماي تارجت وصلهم على الورلد كاب، وهذا الحديث للكوتش ولا رئيس الاتحاد والامين العام كان بزوم كول، انه انا هدفي وصلكم يوم على الورلد كاب هيلثي وان شيب. تبي هيلثي لحاله ما بتكفي، لانه انت فيك تقعدهم كلهم ما يعملوا شيء بيصيروا اوت اوف شيب بس هيلثي. سو هذه هي البالانس اللي بدك اياها، انه تكون يكونوا هيلثي وان شيب. فانا بدي يوصل لهونيك منهم اكزوستد مثل ما هني هلا. انت شفت هون كوت ديفوار قبل ما نلعب الجيم بالليل، تمرين الصبح كانوا تعبانين اوريدي. فهيدا انا بس تضول اللي عم يحضرنا واللي عم، مش ان كان ترينر او هيد كوتش او جمهور،
او اتحاد حدا معني بالباسكتبول حقه يعرف انه انا بهالفتره وانا هذا محطوط بالريبورت تبعي اللي انبعت على الاتحاد، لانه انا ان كنت لبعدين موجود او غيري موجود ضروري يعرف بهالفتره معي شو صار، وبده بتواصل معه مين ما كان يكون بالمستقبل عم نحكي اذا مش هلا، يعرف الاكسبيرينس اللي اخذته هونيك شو كانت، تبس يروح ما يتفاجأ، ضروري يكون عنده ريبورت شو صار مني من الكل، وهيك منطور لبعدين. للصراحة أنا ما بعرف قبل مين كان فيه بكاس العالم، ما قدرت أتواصل معه وشوف شو ناطرني هونيك قبل ما أروح. كنت بتمنى هالشي يصير، خاصة على صعيد المدربين وعلى صعيد اللاعبين. ما عم بشرد هلأ موضوع تاني جاد، بس لازم يضل في تقارب بين الأجيال اللي راحت على كاس العالم والجيل اللي رايح هلأ، حتى اللي كانوا موجودين هلأ بعد كم سنة يضلوا قراب من الاتحاد من اللاعبين، يزوروا التمارين للمنتخب ويعطون دعم لهو اللاعبين ويخبروا عن تجربتهم. يعني بتصور غازي بستاني هو الوحيد الموجود كان بالبعثة هو لاعب كاس عالم، بس أنا عم بحكي عن ما يكون في تحدي بين جيلين، أنتوا أحسن مني وأنا أحسن منكم، لا، هذا الجيل اللي موجود هلأ لازم يدعم الجيل اللي جاي من بعده ويدعمه ويعمل نتائج بعد أفضل. أكيد. وين المشكل؟ أنت عم تمثل البلد، ما عم تمثل حالك كشخص. ونرجع على زيت الشيء اللي قلته قبل شوي، أنه إذا لبنان ربح الباسكت كله عم تربح. عم تربح. يعني لبنان الراجي اللي كان أخذها لو قدرنا نربح جيمات على فرق أوروبية ورحنا على الدور الثاني، سبونسرز هيجوا على اللعبة أكتر بالنوادي. أيوة. ونحن كلنا حنستفيد ماديا وإعلاميا وإكسبوجر وكل هالشيء، حتى لو نحن ما كنا بالمنتخب كمان. برجع جاد لحديث، عملنا هالشوك، خدنا يوم فور ريكافري، عملنا كل وسائل الريكافري، رجعوا اللاعبين حتى فاتوا على الفايف اون فايف بالتمرين، هن محمسين صار في كومبيتيشن بين بعض، رجعوا فريش، نجحت، اخذت يومين ثلاثة نجحت بالاخر، ما عم بقول لك صارت بين ليلة والتانية. بلس انه حتى طلبت من الكوتش، سمحت لحالي اطلب منه انه يشيل كل شيء باسكت بول دريلز من تمرينته، هيدا ال 30 40 دقيقة بس باسكت بول دريلز، نو نيد، فوت فوكس على الاشياء الاساسية اللي انت بدك توصلها للاعيبتك اللي انت عايزها هونيك، هودي اللاعبين منتخب، وسيف ذا انرجي. وهيدا الشخص لو ما وثق فيه بدينامو ما كان هو تواصل معي وكان بده طلبني للمنتخب، فهذا الشيء اوريدي موجود من سنة، وانا بشكره على الفرصة اللي عطاني اياها هو الاتحاد، فكان وقتها عم بيسمع لي انه لا، لو ما انه واسن اللي عم بقول له اياه مزبوط وبقدم شيء بوزيتيف للمنتخب ما كان نفذناه، فهذا اللي صار. وهي شغله كتير مهمه بيير. هلا يمكن عم نط شوي على موضوع تاني اللي هو الاسيستنت كوتش، بس يمكن انا وياك بذات الطريقه نتعامل. دائما انا بقول شغله، انه اذا شخص بده يطلع يكون بستاف ويقعد اسيستنت كوتش، بحيالله كوتش، كتير مهم ما تكون بس يس مان. يعني شو ما يقول لك الكوتش قل له ايه ايه ايه، لا، اذا عندك وجهة نظر روح قل له للكوتش هون عم نعمله غلط، اعطيه وجهة نظرك. ولا كوتش بده بس حدا يقعد يسمع له يقول له ايه ايه، لا، بده الكوتش يكون في عدة وجهات نظر كرمال يدوله على قصص يمكن هو منه شايفها. وزيت الشيء بهالحالة يعني كوتش جاد الحاج اكيد ما بده حدا بالستاف تبعوله بس يقوم يحمل لعيبة ويجي بالاخر يعملهم ستريتشينج وذاتس ات. اكزاكتلي. والصراحة حطيت بهالموقف بأول كاريرتي، حطيت بهالموقف فور ماب كوتش، كنت يعني توصل مالك نفس توصل على التمرين، يعني ما فيها الحماس، عشان هيك سيرجيبهم قبل بساعة واتفق معهم على أوقات معينة كرمال قدر يكون عم بقدم شيء. تاب بولدوين بتعرف الكارير تبعه، بتعرف السي في تبعه، كان يكتب التمرين ويحط لي الربع ساعة تبعي أيد كل شيء، كنا حتى على سكاوت، بس يعمل سكاوت على فريق قبل الجيم، على الفيديو سيشن كنت مجبور انا فوت ومعي 11 ورقه بايدي انا والفيزيوثيرابيست. يعني بحكيك بصراحه تمد ساعه ساعه وربع ننعس بين معي انا وراء ويكنس سترينث، هذا الانديفيدجوالز كل لعيب البلس الماينس تبعه، يعني بيحكيك ديفنس اوفنس انا موجود كون هذا ريسبكت لانه هدا كان محترمنه. كثير مهمه هيدي. هلا عم تدوع شغله، انا هديك السنه كنت قله زيت الشيء للفيزيكال ترينر تبعولنا، كنت حتى اقول لشرب العبد المسيح ولميشو لكل يفوتوا على السكاوتينج فيديو على السكاوتينج ريبورت، لانه ما بتعرف شو معقول انت طلقت منه للفيديو شيء يطلع مهم للجيم. ما بتعرف، يمكن مثلا عم نعمل سكاوتينج على فريق
وليتس سي انه هذا الفريق خيه بكل جيماته اول خمس دقائق او اول كوارتر بكل جيم ببلش بفيري هاي مومنتوم فيري هاي انتنسيتي بيلعبوا بريس. يمكن انت كفيزيكال ترينر كرمال هذا الجيم كرمال هذا الاوبوننت لازم تحمي بطريقه معينه ديفرنت تيكون الفريق فايت جاهز اكثر اول كوارتر من انه نحن بدنا نكون مثلا الانرجي تبعونا مصروفه على 40 دقيقه سو ما بتعرف يمكن حتى لو 1% استفاد منه للسكاوتنج ريبورت ما شو عندك ما انت عيتين موجود وموجود فوت على الفيديو سيشن وحضر حتى بولدوين مع كل هالسيفيل الكبير اللي عنده اياه وانا بالنسبه للمنتخب اول مره حكى مع المنتخب كان بولدوين كنا راجعين من دوري دبي وكان طلبني كون معه وثابت انه هو ما كمل لا مع الحكمه ولا مع المنتخب فكان عندي بعيني من مشكله معه انه عنده اكسبلينيشن كتير هلا هو الهيد كوتش هذا ملعبه هو لعيبته هو مسؤول بس هيز تيتشر فهذا الشيء كان عاني منه انا انه ما في انتنسيتي يعني بوقف تمرين كتير كمان يشرح قصدك معه الورقه وعم بفسر كل الديتيلز اكيد اللي عم بيحكيهم اشياء كتير مهمه ما فيني اقول شيء بس انا كالي بدي انتنسيتي بذكر في كذا لعيب منهم الي ستيفان بعد التمرين نشتغل على جنب كنا تيكون في تيفلوا على الي العرقانين الشباب اوكي بس هو اشي هلا عم تجي على راسي عرفت كيف بتذكر اشياء انه حتى الكوتش بولدوين كان يسمع في غيره نو واي يسمع بتقله بقول لك ايه بيعمل اللي براسه بس انت عم تقله هالشيء لانه بالنهايه انت عم تحمله لعيبته عم تخلي له يوم منتلي فريش فيزيكلي فريش وعم تنجح له الجيم موديل تبعه ومثل ما قلت انت انا رحت على الناشنال تيم بعرف هالمدرب شو بده من كل لعيب كيف بده يلعب از تيم عشان هيك انا بعرف اذا عندي وقت حضر بعرف كيف لازم حضر وهي شغله مهمه مثل اول دريل بعد الورم اب بالتمرين ضروري تكون عارف شو بده يعمل تعرف كيف بدك تحمي فبس ما يقول لي ولا مدرب ري وورم اب يعمل لهم شيء بالطابه هاي هين اللي ما بقبلها بعطيه يوم جاهزين بس يقول لي هو شو اول دريل ويترك الباقي علي ف الجيم موديل المدرب حاطه رسمه يمكن يغيره من جيم للتاني يمكن يغيره من تورنمنت للتاني بس ضروري يكون معي خبر فيه انا تعرف كيف بده يلعب باي طريقه بده يلعب مثل ما قلت كيف بده يقسم الكوارترز الديفنس تبعه الاوفنس تبعه تعال نجهز له لعيبته بهالطريقه تا يقدر يطلب منهم شيء قادرين ينفذوا له اياه فهيدي كثير مهم الكوميونيكيشن والحمد لله كان عندي الجرأه هداك الموسم اني ببعض الاوقات واذا بتشوفه للكوتش فيك تحكي اني فوت على الملعب اكيد بكل احترام قرب عليه قال له كوتش استوى الشباب فينا نوقف صار في ريسك هلا ما بحب اقول كلمه انجري صار في ريسك بالتمرين ما بتعرف شو بيصير شغله تانية انه انت بالتمرين مفروض تكون فاهمين باسكتبول برجع بقول لك انا ما كنت لاعب درجه اولى ومعروف وستار يعني بس بهالكونفرنسز اللي عم نحضرهم بالدراسه اللي عم نعملها دائما ونضلنا ندرس ونتطور ونطلع ونروح ونجي ما بدنا نقدمها بمحل يعني في محلات انا بقول له اليوم اوكي هلا هذا نهار هالتمرينه بهالنهار هاف كورت هاف كورت مع ترانزيشن فانت لازم هون هيدا اللود هالانتنسيتي انت تخبره عنها للمدرب مش بس يجوا لعندي يعملوا كلين وسناتش وديد ليفت وسكوات وايزو ويتمرنوا وعملوا ريكفري وهذا هذا شيء صار قطعناه اذا بدك اكيد كل واحد منا عنده طريقته بس في شيء ان كومن بيناتنا المفروض نطوره بعض المفروض نعرف عمتين نعملهم وين وهاو وكيف يعني بس هودي المعلومات اللي بدك تعطيها للهيد كوتش هذا الاهم حاليا وبهالفاز اللي انا كنت فيها بري كومبيتيشن كومبيتيشن يعني انا شو مطلوب مني مطلوب مني انا العب باللود بس 100% جود مانجمنت لهالشيء كرمال يوصلوا مثل ما قلت فريش وان شيب الحمد لله وصلنا لهونيك رجع الحماس رجعت الانرجي بغض النظر انه بتقول لي اول جيمين اوكي نحن اللي عملوه الشباب اخر سنتين بتتوقع منهم يربحوا كاس العالم لا انتبه انا بالعكس بفكر فيه انا برايي اللي عملوه الشباب اخر سنتين انا فور مي اخر اول جيمين هن شيء طبيعي كتير
يعني أنا كنت دائما أقول إنه لاتفيا وكندا وحتى فرنسا، تبي فرنسا لو كنا نلعب ضدهم أول جيمين هي عكس لو كان تالت جيم، بس أنا ما كنت أتوقع أن إذا نربح يعني realistically speaking أنا برأيي تحت 30 نقطة ضد هدول الفرق would have been good. أنا دائما كنت أقول أول ثلاث جيمات خسارة، نحن الورد كاب تابونا ببلش بالجيم الرابع والخامس ونحن realistically رحنا وعملنا الجول يلي نحن فينا نحققه. exactly. ما جاد أنت لأنك باللعبة، بس أنا بحكي كجمهور، أنا بعد اللي شفته بلبنان وهيك، مش أنا كابير أنا ترينر، بس الجمهور بيتوقع بهالانرجي والحماس انه هو الشباب المنتخب عندي رايح يربح، مش هناك في بيكون في صدمه. اكيد مستوى في فرق كبير بكتير مجالات، بس اليوم الايمج هي الاهم. اوقات بيطلع فريق بالورلد كاب عنده اهم روح رياضيه، فير بلاي مثلا او سبورتسمانشيب. طب ما هيدا مثل بلده بطريقه حلوه. برجع بقول لك شبابنا كل الموجودين هونيك اول مره بيلعبوا كاس عالم، وانا عم بحكي معك مش انه انا عندي 5 رينجز ام بي اي وثلاثه تايتل يورو ليج، ما انا مثل مثلهم. لا انا قادر اعطيهم من خبرتي هونيك، ولا حدا، كلنا رايحين اول مره، فرايحين نعيش هذا الجو اول مره، نستفيد منه، نقدم فيه ريبورت لبعدين للي بده يجوا من بعدنا، ان كان بالكوتشنج ستاف او كلاعبين. وقد ما فينا هونيك نضلنا وان جروب، ندعم بعض، نلعب از تيم، تنقدر نقدم احلى ايمج للبلد، لانه مسؤوليه كبيره. ف هيدا كان اذا بدي اقول لك المين جوب اللي انا عملته بهالفتره، قسمت ايامي بين ريكفري بين تو مينتين السترينث اللي عندهم اياها، لان عندهم جزء من السترينث كله عم يتمرن. اوكي جود ريكفري خاصه بين الجيمز، كان عم يتأملنا كل شيء، إن كان باسطنبول أو بأبو ظبي أو بجاكرتا، كل شيء عم يتأمن، ما منطلب شيء ما بيتأمنه بوقته. وسائل الريكوفري يعني جيم عنا سكجول، ما فيني أنا والله ساعات البدي أوقات بحب إنه يناموا ويرتاحوا الصبح، عند الجيم الساعة 8 الصبح أوقات مجبور أمشي على السكجول، وبعدها عندك ملعب، عندك فيديو، عندك هيك منظمين يعني 8 منتخبات بدهم ينظموها بطريقة بروفيشنال، تنظيم رائع. هذا الشغل البرو يعني، مثل ما انت قاعد مع اهم نجوم بالعالم مش بس بمنتخباتها، فكنا عم نجرب نطلع نحن الماكسيموم واللاعبين الماكسيموم. مثل ما بقول لك الجمهور دائما بيتوقع اكثر وهذا حقه، بس اكيد هذا الواقع اللي نحن فيه. برجع بقول لك هول الاشخاص اللي لعبوا هونيك يمكن منهم يلحقهم غير وورلد كاب، يعطوا هالاكسبيرينس، يعطوا التجربه كلها لغيرهم. انا اكيد اول شيرت وذ ايفري ون، بدي فيد اللي حييجوا من بعدي وقول لهم شو صار معنا هونيك، كيف كان الشغل للاحسن. اكيد برجع بقول لك امكاناتنا عقدنا، بس ما لنا مشكل، مش هي اللي بتعمل النتيجه ضد فرنسا وضد كندا، مش بس الامكانات. يعني انا اكون مثلا بمحل معين قبل التيم وورم اب، قبل البريف، عم بعمل وورم اب لحدا من الشباب او عم اشتغله بالالاستيك باندز او عطيل فوم رول، بتطلع مقابله في اربعه عم بيعملوا نفس الشغل وبس يخلصوا هول اربعه، في اربع كوتشي باسكتبول عم بيعطون سبيسيفيك دريلز لكل بوزيشن. يعني فورنيه اخذ 100 اتمبس قبل ما يعمل تيم وورم اب. واو. لاعبين كندا البيج جايز لحال، الجارديه لحال، يعني لكل بوزيشن عندك 3 4 دريلز عم تعملهم قبل ما تفوت على البريف وترجع تطلع على التيم وورم. والهيد كوتش موجود، الاسيستنت كوتش موجود، منتخب امريكا بيعملوا نفس الشيء بابو ظبي، حتى بيشوفوا مين رادي اكثر يمكن يلعب، او اليوم يمكن الشوتينج تبعه افضل من غيره، ما بعرف شو وات زي تيست بهذا الموضوع، بس اكيد في شيء تكنيكال له علاقه تيكونوا موجودين على الارض معهم. يعني هذا الشيء بفرجيك قد ايه اهميه الحدث اللي نحن كنا فيه هونيك، وين كنا، قد ايه بروفيشنال، قد ايه بروفيشنال ديورينج هذا الشغل اللي قبل التيم وورم اب. اوريدي ثلاثه بيكونوا قاعدوا بوجهي على اللابتوب من المنتخب اللي ما نلعب ضده، قاعدين وبلشوا شغل، يمكن بيعطوا على كل تايم اوت، سوري بعد كل كوارتر بيعطوا ستاتس للكوتش، غير يعني بيشوفوا اي افضل افشنسي كلاين اب، كامل كوتش يعرف مين
هذه هي الاناليتكس، يعني بفرجوك انه حتى يمكن الكوش مفكر اذا في خمسه معينين احسن شيء على الملعب، بس the numbers prove otherwise بيقولوا له للكوتش وفي والشيء اللي بيعملوه كمان عم شوفه ليتلي وخاصه بالان بي اي، لانه الهاف تايم تبعولهم اوقات بيكون طويل، بيشوفوا الاغلاط نحن اللي بنعملها بعد الجيم، يعني نحن تاني نهار من الجيم بيكون اوف، تالت نهار بنرجع على التمرين بنعمل فيديو سيشن اغلاطنا. هلا الفرق اللي صاروا عم يعملوه على الهاف تايم بفوتوا بفرجوك وين كانوا اغلاطك باول وتاني كوارتر، تخيل قديش هيدي مهمه تقدر تعمل ادجستمنت بتالت ورابع كوارتر. هيك جد يعني بدل ما كل كوارتر تاخذ البيبر تشوف ستاتس وكله، مثل ما قلت انت هول الاشخاص الكوتشنج ستاف طالب منهم غير نوع ستاتس مثل ما انت عم تحكي، هالاناليز اللي عم بيعملوها وهيدا بيبنوا عليها من جيم لجيم اكيد بحسنوا فيها، غير العادين على المدرج مع الجمهور عم يشتغلوا الكاميرات الموجودة. فانا اللي بدي اقوله انه انا كبير شخصيا كنت عمون بهالشغل والفيزيو عمون بهالشغل، دكتور ألفريد موجود معنا على الارض عم بيعطي كل خبرته، عم بيراقب امير، عم بيراقب فلان، عم بيراقب الكل وعم نقدم الأحسن. أنا ما عم بقلك جيب أربعة مع بيير وتكلف عليهم وسفرهم هناك، بس نحن في فولونتيرز في الورد كاب انترنشيبس بالورد كاب كان في فولونتير معنا هو الجيد، مخلص هندسة الزلمة سيارته 2023 معنا 24 ساعة هو عم بياخد اكسبيرينس من الورد كاب. فأنت فيك تأمين فولونتير أو فيك تقلي مين بتحب يكون معك، بدك حدا يكون معك بس أمل له السفرة أنت والباقي علي، هذا بكون عم بيساعدني بدل ما ياخد 5 minutes مع وائل، 5 minutes مع كريم، 5 minutes مع جاد، مع هايك، مع علي حيدر، كنت اثنين عم يشتغلوا معي. وهذا اللي عملته ببيروت قبل ما نسافر، بنكسب هالوقت بقوموا بيعملوا باسكتبول دريلز بلس كمان الفيزيوتيرابيست انه هذا بده يلحق يعني عنده ايدتين بين الماشينز وبين شغله وبين المساج. اوكي انا يعني في فيديو للاتفيا عنا ميديكال روم هونيك، قدموا لنا ميديكال روم بس في فيديو للاتفيا يعني خمس اشخاص عم يشتغلوا باللاعبين. واو طب هاي قد ايه سرعت لك ريكفري، قد ايه انت وفرت وقت وربحت وقت بالتحميه وبالتشويت. وانت لما تربح او تخسر جيم على نقطه ونقطتين هدول هن اللي بيأثروا، نص ساعه زياده هذا عم يشوت تضربها ب 12 لعيب، تخيل قديش بتاثر. رجعت خلصت جيم، رجعت على الاوتيل بين ما تاكل وتعمل كل هالبروسيس، تمام اذا شخصين هون شخصين هون احسن من شخص اكيد، سرعت هالبروسيس بتعرف اللاعب بعد الجيم مش هيني نام. كمان بدك ترجع انه تتخلص له بسرعه الامور تيرجع ينام ويرتاح ويعطيك تاني نهار. ف بقول لك انه انا اخترعت شيء هونيك يعني لا، باك تو بيزكس، كل لاعب عارف الكا تبعه، عارف بروجرامه، ما بدي اقعد سمي لك يوم هلا، بعرف كريم زينون مع مين بيتمرن، which program he follows، كان في good communication أنا اليوم، كان في صراحة بالتعامل، أنا جاي كرمالهم، أنا كمان مثل ما هن مضحين ورحين، أنا تركت كل شيء ورحت، لأنه هيدي فرصة وما بتتمن بشيء صراحة، يمكن هيدي ريكومبونس مكافأة لإلي بعد هالسنين اللي قضيتها على الملعب. اللي بعدني فيه انه انا كنت موجود وما هنسيها بحياتي، عارف شو بروجرام وعارف شو عم بشتغل، عارف انا بهالنهار اذا كان عنا جيم او ما انا شو بدي منه. فانا كنت عم شوف بروجرام وانا عم بعدي اللي بدي اياه، هو عم يوثق باللي عم بقول له اياه، وانا اذا شايف عنده شيء صح ليه انا بدي الغي له اياه؟ بس لانه انا بيير موجود معك ممنوع تعمل هالشيء، انه لانه هاي اللي تعال إذا شايف على بروجرامه في اكسرسايز صح أو دريل صح أو شيء بالورم اب أو بال اكسرسايز بريبريشن أو كوركتيف اكسرسايز أو موبيليتي صح، ليه أنا بدي شيله؟ لا خلي له الصح، بس أنا عارف إنه هو قبل بنهار قد إيه لعب وشو الإتات تبعه، معايد عامل كوميونيكيشن معه، عارف وين مشتشد، شو التعبان عنده. فأنا لا بخلي الصح وبعدل باللي بدي إياه، وهيك مشيت الأمور يعني، هودي كعيان وثلاثة مش أكتر. وغير هيك ماشي البروغرام. هلأ بعد الجيم في ريكوفري وفي جيم تنهار الصبح، عنا اللعيب أوقات إذا عامل بيج جيم بيتحمس الصبح بده يتمرن، مع أنه هو الجيم اللي قبله عامل ريكوفري تنهار. هون أنت بقى تجرب اللقرو هذا الحماس طول بالك. It's not only about hard work, it's also about smart work. ما انت
الجيم اللي قبله كمان ما كنت لعبت يو بيرفورمد يعني. تاني نهار عملنا ريكوفري بالجيم. ليه جاي اليومك تتمرن؟ ليه؟ لأنه عملت بيج بيج جيم محمس زيادة. لا أروح. ليه بحسك عم تحكي عن وائل بعد جيم فرنسا؟ ليك وائل أزول فرنساوية. هون الفاول كان مأزي وضربت إيده بالأرض بعدين. أوكي. وانت شفت بالتايم أوت الهيد كوتش شو عم يحكي طبعا الفرنساوية أزول. وحتى ميديكلي يعني ريبورت من الفيزيوثيرابيست والحكيم انه مين هو بده تنديز وائل. وائل مجنون. وائل مجنون يعني it's up to him. هو يعني كي جيم كوت ديفوار ما لعب رجع لعب ضد ايران. فهذا القلب اللي بدك اياه. هذا بقول لك نحن بنتميز بهول الشيء. امير كان موعد انه يلعب كمان لعب قبل ما لازم يلعب. فهذا شيء. وهاي كمان كان عنده عمل لاندينج اللعيب على على اجره كمان اذته خلته يغيب عن المباراة. فالحمد لله ما كان عندنا شيء سيريس هونيك. جربنا نتجنب هالامور. واللي كنت عم بقول لك اياه كمان بتمنى من اللاعبين هذه يغيروها واللاعبين الطالعين لان بعدها موجوده شفتها وزعلت كمان. بس ما تكون لاعب منيح او ما لعبت كتير وقت ما ضروري توقف كل شيء بالتورنمنت يعني. تصير تقوم ما لك نفس لا تروح على الترويقة ولا تحضر الفيديو ولا تفوت على الجيم. واذا فتت ما وقفوها هيدي. ومش نهار اللي بتلعب كتير منيح تتحمس بدك تعمل اشي اكسترا اثنيناتهم مش منيح. قلت هذيك المره انا never too high never too low يعني there is always another game balance بين الكل. مهم كتير هيدي جاي كتير من يعني عم بحكيك 2014 كنت شوفها وبعدني هلا بشوف هالشيء. خلص انتو صرتوا ليفل وورلد كاب. انتو من اهم اللاعبين بالبلد وعم تشتغلوا على حالكم وعم تستثمروا بحالكم وهذا شيء كتير منيح. وبرجع بقول لك مش كل شيء جيم وفتنس كمان في بارت الباسكتبول بارت الايموشنال. ايموشنال سكيلز كوتش كتير مهم هالايام كتير مهم. منتل كوتش. منتل كوتش كتير مهم. عم بقول لك يعني الشباب منتلي قوية ما في روح انهزامية عندهم او هن مستسلمين. بس الشباب قد ما بيطلعوا شايفين عارفين شو راحين يواجهوا كمان. اكيد في واقع على الارض يعني ما فيك تغيب عنه او تغض نظر عنه. يعني انت عم تتغدى حدك في طاولة اللي حدك 210 كلهم مثلا. ايه عم تطلع انا ماشي عم تطلع هيك بالاوتيل. طب هيدا سعره بالسنة يعني ما فيك تقارنه سعره هيك لانه هو هيك. اوكي اشتغل وتعب حاله وكل شيء. طب خلينا نبني لبعدين. مزبوط. مثل ما قلت فولونتيرز ناس بدها تعمل انترنشيب ناس بدها تطور حالها. والتواضع اهم شيء. يعني انا كذا تمرين عملتها بالجيم جيم الاوتيل مش الجيم تبع اللاعبين مع الهيد كوتش تبع كندا يعني اللي هو اسيستنت كوتش بالساكرامنتو كينجز وصار هيد كوتش بالساكرامنتو معه 5 اسيستنتس ومعه حدا فوقه يعني. بس في تواضع عامل فيزيكال اديوكيشن عامل سبورت سايكولوجي غير انه هو الكوتش تبع التيم. يعني في تواضع في يعني بصير في معرفه بينك وبينهم بتحكي معهم اوكي ان محترمينك لانه انت موجود معهم هونيك. اكيد مش مقللين احترام. اكيد تبقى انت من واحد من احسن 32 بلد بالعالم 100%. فهود الناس بتشوفهم تشوف كابتن ريال مدريد عم يتمرن معك بالجيم سيرجيو لول تشوف ناس يعني حامل يورو ليج تايتل حامل يعني انت قاعد معه معك يعني هو معك بهالتورنمنت انت موجود معه لازم نفتخر. اكيد واكيد لازم نقدم الاحسن. وانا يعني كثير كان تركيزي انه لاعبتنا اللبنانيه هن باهميه مين ما كان الاجنبي مين ما كان ان كان سبلمن او غيره هن كمان مهمين الاتكال عليهم بده يكون. وهيك صار. كيف يعني كان تركيزي عليهم مثل مع اللاعب الاجنبي ما كنت انه والله هو بس. طيب احكيني شوي اكثر عن سبلمن لانه صار في كتير حكى عن هذا الموضوع واصلا مبين كان انه هي وزن ان جريت شيب. اول شيء انت لما وصلت على المنتخب كان وصل سبلمن او ما كان وصل سبلمن؟ وصل بعد يومين. وصل بعد يومين. كان في شيء ريبورت عنه لسبلمن شو كنت عارف لما قبل ما يجي بعد ما يجي هيك خبرني شوي عن هيدي البروسس يلي صارت مع عمر سبلمن. حكيت بكل صراحة كل اللي بعرفه بعرف انه لعيب جود كواليتي بسمع من الكوتش كنت
وكل اللي بعرفه انه تعذبنا كبلد تنجنسه. عم بحكيك يعني الامور مثل ما هي غير الباسكتبول. فكان في كتير اخذت وقت تتجنس. فبس جنس انه نحن قلنا خلص. بتعرف انت انه في عالم ليمون وانا عم بعرق لها ما عم بعرق لها بتعرف ماذا شيء ليك سيما كتير قصص بس احلى واحدة كانت فيهن بس لو انا قلتها يمكن احسن ما بعرف انا ما خصني انا ما خصني انتبه انا بعدني لهلا رح اقول لك شغله هو الشيء المضحك انه انا يمكن دفعت عنه للزلمه اكثر بكثير من عالم كانوا عم يشتغلوا على الموضوع تا يتجنس الزلمه بجنن as a person بجنن مثل بيبي عمره 26 سنه وهذا الشخص انت بتعرف وكلنا بنعرف والاتحاد بيعرف والكل كل كل وهذا الشخص وين كان عم يلعب مع مين لعب تيم يو اس اي بابو ظبي بعد جيمنا كانوا عندهم مع اليونان يعني جرانت هيل اجا سلم عليه هو لسبيلمن وحكي معه يعني انا بتصور سبيلمن لو هو بعض الاشياء هو منتبه لها بحياته مش بس اوفر ويت هو هلا بتيم يو اس اي اللي كان عم بيلعب ما كان بمنتخب لبنان انا هيك بشوفها ايه تبي هو كيف كان طالع طلعته ايه هلا بقول لك ليه بشوفها هيك اكيد في كتير لعيبه بامريكا بس انا اكيد كان محله هونيك وبعطيك كذا اكزامبل من هالناحيه انا بس كنت مع نادي الرياضي عم نلعب بالصين بطوله اسيا سنتين وصلنا للفاينل مع التيم تبع اندري بلاتش تبع هذا اللاعب كمان هاي كاليبر وكمان انتقل على الفلبين وعلى الصين ففي كتير اكزامبلز من هالنوع في كتير ناس ما بنعرفها هذا الشخص كتير منيح يعني بجنن وهيز تيم بلاير مع انه حدا سيلفش بحب يضل مع الفريق بحب يكون مع الفريق مهضوم هلا نحن جايبينه للورد كاب فانت اول شيء اكيد تتوقع منه جاي ان شيب توليد باي اكزامبل يعني وجاي ان شيب اول مره كنا بنهاد نوفل بلشنا عم نحضر اللاعبين قبل التمرين عم نحضرهم يعني ما ينزل على الدرج الكل اتطلع وانصدم اف هالقد طب اجى الزلمه على لبنان 156 كيلو وأتمنى هو محمص تبه هو جا محمص مصر يشارك بالتمرينة طبعا هيك وزن انت ما فيك تشاركه بالتمرينة انت كنت عامل اول شيء الهومورك تبعولك تعرف هو على اي وزن لازم يلعب او ما بتعرف انا بعرف انه بالان بي اي قالوا له على 120 بتضلك ان بي اي اوكي منك 120 ما حتكون بالان بي اي اوكي بكوريا كان عم يلعب بال130 اوكي 130 135 انا الفيديوهات اللي شفتها عنه يعني ما كنت فكر بحياتي اذا نصح حينصح شوي مثل نيمار مثل كل هالشباب اللي 4 5 كيلو هو جاد سيابنا كمان انه اجا بالفتره اللي هو ما بيعمل فيها شيء يعني حيلا لاعب بلبنان ما كان موجود بمنتخب لبنان هلا قاعد بالصيفيه ما عنده شيء ما عم يتمرن حيزيد ماكسيموم 5 كيلو فهو كان بهالفتره هلا اللي هو بيزيد فيها واكيد هو بيتحمل مسؤوليه هامل حاله هامل حاله لانه برجع بقول لك ما بدي فوت نفسيا على اسبابه بس اكيد في اسباب نفسيه مش بس انه مش بس انه هو هامل حاله اكيد انا دائما عم اقول انه اكيد في منتل ايشوز موجوده للزلمه هلا قدن اصحان ما كان هون ما كان حيكون موجود هون لو هو مش هيك ما حيكون هون ويا ريتو اجى انشاف وساعدنا بعض اكثر ما كنا حنزعل انا بدي اعطيك الرياليتي يعني اجاني هالشخص مع 20 يوم عندي فيو براكتسز ببيروت عندي ثلاث جيمات بتركيا برجع منجي كوت ديفوار هو اربع جيمات برجع ثلاثة بابو ظبي برجع بتسافر على جاكرتا من هونك دغري طب انت هلا ما ذكرناها باول حديثنا يعني عندك كل 2 دايز جيم وجاك شخص بهالشيب اصلا هن الشباب الباقيين انا ما كان عندي وقت ضيعوا على التستينج يعني انا ما بشتغل بهالطريقه في فيو تيست لازم اعملهم جاد الحج والاتحاد ما جايبين التحسن للجام تبع وائل هلا اخر شهر اكيد او علي حيدر ينط اكثر شوي او امير يكون اسرع او كريم زينون يعمل دايف نص ملعب مش جايبين كرمال هيك بس انا على القليل في تستات معينه بقدر احمي فيها اللعيبه عارف اخذ فكره اكثر عن اللعيبه قدر على القليل يفيد لو 5 10% بهالوقت القليل سرع الريكفري مثلا طب هالشخص اجاني هيك هيدا خلص انصدمت بهيك شيء انا
اوريدي انا تقبلت بهالمهمه، انا ما هربت مهمه المنتخب ككل، واجا هذا الشخص كلنا لازم نتساعد نساعده تهو يعطينا جود بيرفورمانس. وصرنا عم نتعاون معه، عرفت الماشين اللي بتقيس الفات والمي موجوده بكل الجيمز. الزلمة اجى على لبنان 156 كيلو، فل حاليا من جاكرتا على كوريا، هلا هن باليابان 144 كيلو 12 كيلو. ما عم بعطي كريدت لقلي اني ضعفته 12 كيلو بشهر، ويمكن لو بقي بعد شهر كان صار in very good shape. يعني هذا الوقت اللي معي هالقد ضعيف اصلا، بين كمان مستواه بالبطوله. يعني اول ماش لعبه هون بكوت ديفوار ما كان عم يقدر يركض، صح، وجيم بعد جيم كان عم يتحسن مستواه، لعب ضد كوت ديفوار هونيك احسن مباراه له، الجيم الرابع بالكلاسيفيكيشن جيم اللي انا برايي كانت اهم جيم بالنسبه لنا بالورد كاب، لعب كتير منيح، فحتى مستواه كان عم يطلع كمان، صح. هو عم بيصير ان بيتر شيب لانه هو جاء تكنيكلي كتير منيح، هي نوز باسكتبول كتير، بيعرف كيف يتصرف على الملعب، لعيب تعرف وين كان، يعني مش ضروري نرجع نعيده، فما ناقصه الا يكون شايف، هذا بس ناقصه، واللي معرق له هالشيء الويت تبعه. بس نحن شو كان فينا نعمل كرمال، ما بعرف كيف بدي اقوله، بس كرمال ما نوقع كنا بهذه المشكله. يعني لا مثل ما انت عم تقول it's about sharing knowledge and experience. شو بتقول للترينر اللي حيجي من بعدك، ما بعرف اذا بالنكست وورلد كاب من بعد او حيلا شيء، لما يكون عندنا هيك اجنبي، شو المفروض كان يصير او شو المفروض يصير بالمستقبل تنقدر تو افويد ذس كايند اوف ايشو؟ اكيد بده ينعمل معه كذا كول وزوم كول وتشوفه ويشوفك. يعني بتصور كوتش جاد الحاج كان على تواصل معه من فتره طويله، بتصور كانت السيزن ما خلصت بعد، يعني كل اللي كنت اعرفه منه اسمعه منه انه حتى التواصل معه صعب، كوميونيكيشن معه صعب، ف اكيد بهيك حاله بدك تكون عم. يعني انا بس كنت باولمبياكوس اجا شخصين من فيلادلفيا يشوفوا لاعب اغرافانيس اسمه ديمتريس اغرافانيس، اول شيء عملوه فاتوا عند الفيتنس كوتش، كنت موجود عنده بالاوفيس انا، حتى على الفات برسنتج دقروا اكيد انه هيدا تشوز الورك اثيك تبعوا لك اذا منيح او لا. وبذكر انه الاونرز تبع اولمبياكوس التو براذرز بيركزوا كثير على الموضوع، سبانوليس 6-7 فات برسنتج، البيج جايز 8-9، اذا بيوصل لل10 في خصم، هودي رولز كل نادي بحطها. يعني تشافي بس اجى على برشلونه رجع كمدرب حط ليستيت رولز بتكع، يعني بدي ياكل بالنادي بدي يجي قبل بكم ساعه قضي لهم نهارهم بالنادي. يعني طب بس هذا الشيء بنجح، هذا المانجمنت وورك بخلي ان كان جاد او بيير او حيلا حدا على الملعب عم بيدير هالفريق بنجح لك شغلك. سو هون انا يعني اكيد لو وصل قبل بوقت كان افضل، اكيد لو عارفين حالته كيف يمكن ما بعرف شو كان تاخذ قرار فيه. هذا الشيء من الموضوع منه عندي، بس اذا سالت بعطي رايي وبعطي حلول، بس اكيد مش انا عندي القدره انه اذا بدي غير هالشخص او بدي ما بعرف شو عندهم كان اوبشنز، يمكن خلص. بس انا اللي بقول لك يا جاد انا حطيت بهالمحل خلص بدي واجه. طيب يعني تخيل انت اخرتك كفيزيكال ترينر تكون بمحل ضعيف شخص، يعني بتروح احيانا للجيم، هلا الممبرز هن بيعرفوا كيف يضعفوا، بطلت هيدي التشالنج انك تضعف حدا، ولا انا عم بس يعني حتى الصوره اللي نزلت مش انا حطتها، الصوره اللي نزلت انا وياه هي بس انه تنطمن انه هذا الزلمه عم بيشتغل، واذا هذا الجيم ما لعبه الفريندلي نحن بالجيم عملنا تمرين وهيك، انه هذا الزلمه فعلا انا وصلت العلاقه معه لسبيل منه انا عم بخبط على باب اوضته كل يوم، اللوجيستي كمان قبلي، مدير الفريق، مدير الفريق، الكوتش، كلنا عم نتعاون نخبط على اوضته تنجيبه مثل بيبي بكجيبه، مش هو ما بده ينزل على الترويه او على الغداء او على الجيم، بس هو بده هو هيك معود يعيش، بدك تجيبه تمسكه بايده بينزل معك، منه حدا ازعر، منه حدا مش منيح، سيء، منه حدا سيء، بتجيبه بتحكيه بطريقه حلوه بدك تكسبه. اوكي في رولز في خصومات عم بيمثل البلد، هلا بيطلع حدا من الجمهور بيقول هذا جاي يمثلنا ما المفروض يكون هيك لازم نقعد. اوكي انا معك، بالنسبه له هو لبنان مش بلده، بس انت حتخسره. لا بدك تروقها معه هالشهر، تجيب المنيح تاخذ منه، بتنزله بتمرنه بتشغله. طب انا بدي اسالك سؤال، هو وصل لمحل زبط نوعيه اكله
كل يوم يبعت لي يعني حتى لو طلب روم سيرفيس تشيكن بريست بروكولي فيجيتابلز يعني نظمها مظبوط. هذا شيء ساعده. انا ما بقول لك انه هذا الوزن نزل 12 كيلو فات نص المي، لانه اول مره عملت له التيست عنده اكسس 14 كيلو مي بجسمه. يعني انا وانت هلا بنطلع على الماشين 4 ل 5 كيلو ل 3 اذا شيء مي بس، هو ده دائما بيكون اكسترا بالجسم فور سيفتي. بس هو الزلمه خسر منيح مي، القلب واستوعب العظم ما كان باين، صارت مبينه. خلصنا البطوله حتى الباتيلا هون مبينه، ما كانت مبينه، بلش ينشف جسمه، انتبه لاكله. وكل اللي قلت لهم اياه انه انا ما تتوقعوا مني، انا في جمهور ناطر وفي اتحاد وفي الايمج تبع الناشونال تيم، ما تتوقعوا مني نهار الجيم او قبل بنهار انا اكون عامل له تمرين او اثنين لسبيلمن يعني ويجي على الجيم ما قادر يمشي او عنده ريسك اوف انجري. هيك بنخسر. ما هي كمان هذا البالانس هو اللي عم نحكي عنه كتير صعب، انه انت بدك تضعفه بطريقه ما ان ما تكون اوفرلود عليه لما يوصل انت على الجيمات مستوي. كل اللي وعدتهم فيه انه هالزلمه بكل جيم حيفوت حيفوت باحسن شيب له هلا. كان منيح كان ما منيح، بداين 10 مينتس بداين 2 كوارترز، هو حاليا بيقدر بس هالقد يداين. فانا حاعطيكم اياه فريش قبل كل جيم، شو بعمل له قبل شو بعمل له بعد. اذا انا كيلو او 2 كيلو زياده حنزله اياه هون ما حيربحوني الورد كاب، حيكون بريسك انه هذا الزلمه ما يكمل معنا. فانا حجرب اشتغل ببروجرام بالانس بروجرام بطريقه انه يجي على الجيم يفرجينا صوره حلوه عنه شخصيا ويبين جود هو واللاعبين اللي حواليه. وهذا هيك اشتغلنا. هلا بتقلي ضعف 12، غيري كان ضعف 20، هلا 20 ما حد فيدنا، كانت هي ما وقفت هون. يعني مش هذا التشالنج صار انه قد ايه بتضعفه، ما يمكن كان طق، يمكن شدت الهامسترينج، يمكن المزق بمحل، ما بعرف شو صار. ما هو الاكسبلوزيفيتي اللي عنده اياها، التايم اوف لايت تبعه، الباور، الطريقه الملي سكندز اللي بيصير فيها بالبيك تبعه، ما حدا عنده اياها. بس ما هن النيز تبعه والانكلز ما معمولين تيحملوا هذا الوزن. هو اوريدي جاي بريسك، انا ما بدي زيد هذا الريسك. عنده ريدور بسكولار، عنده ستيفنس موجوده بالانكلز تبعه بمحل معين، عاملين عليه اناليز الزلمه. يعني انا خبرني شو عملوا عليه برا تستات، يعني ما جاي من هيك. هي اللي مساعدته يكون هالقد اكسبلوزيف. اذا بتحسن له كثير الموبيليتي بيخسرها، بس انت ما لازم تخليه ان بهذا الاوفر ويت، انه هود النيز والانكلز وهو الماسل ما معمولين يحملوا هيك وزن. اكيد انت شايف، بس توصل له الطابه كيف شو بيعمل، كيف بيعمل دانك يعني، وما بيرحم. بس هود هذا اللي قدرنا نعمله. جاد انت بتعرف بسبور ازت هلسي واحد يخسر اكتر من كيلو كيلو نص بير ويك؟ لا، ما انت عم تخسره ماي، عم بيخسر مناعة، ماسل ماس كمان، ماسل ماس. طب ما انا بدي كمان حافظ له على شوية باور. اول نهارين اجا عم يعمل كرامبس اكيد، يعني الخليل عم بيعطيه كان الكترولايتس، يعني عم بيعمل كرامبس، جاي محمص، ما فيك تقول هذا جاي يبخل. وعنده شغلة انه بده يعزل حاله فترة خلال التورنمنت او بين هاروت، بده يعزل حاله فيو اورز تو ريتشارج. حتى ستوري هيدي، وفعلا هي هيك، بيعزل حاله عن الجروب فتره بيرجع بيجي فريش. اكيد في ما بدي اقول منتل ايشوز، بس في شيء منتل تخليه مش بس يلعب بلبنان بدل ما يلعب بامريكا، او يلعب بكوريا بدل ما يكون عم يلعب بالان بي اي او باليورو ليج، تخليه يهمل حاله بهالطريقه. اكيد في شيء بالكيف تربى او صاير معه شيء تروما او شيء شغله تا هو صار الزلمه اللي هو عليه. احكيك بصراحه، صرت كذا مره حاضر الفيديوز تبعه عم شوف وين كان بالان بي اي او بفيلانوفا مثلا. يعني في كتير لاعبين عم تلعب بتشاينا وبالفلبين وهيك وبكوريا، هن الليفل تبعهم ان بي اي. بس في شيء، حتى ستيف كير سالوا اللاعبين عنه وقال عنه انه كان موجود بغير محل، المفروض كان يضل هونيك، بس اكيد في شيء. يعني عينه معه الجماعة، مش نحن كاتحاد وكهيد كوتش وكستاف، نحن بس عينه معه، هن هونيك عينه معه. يعني
وبتعرف هونيك ما بينطروا على الواحد اكيد انه في عندهم كتير غيره مش مثل عنا نحن. انت قبل شوي كنت عم بتقول انه اذا كنا فينا نغير بس نحن مشكلتنا ما عندنا غير مجنس بقى. مي. انت كنت مقدم ليستة الاسامي وهو المجنس الوحيد ما فيك تجنس غيره. صح. برجع بقول لك لعبتنا يعني عطوا كل شيء عندهم قتلوا كتير عندهم قلب على الملعب اوكي بس توصل انت جاد بس تكون ماشي بالاوتيل وماشي هيك يعني عم طلع بغير منتخبات كمان في شيء فوق الطبيعه ما فيك تعمل شيء. لا لا نحن كثير بعاد كنا عن هذا المستوى بيير وما في شك انه مش بس بعمر سبلمن بكل شيء. وديك مره كنت عم بقولها لاست ويك لما كان عندنا الكيو ان اي كنت عم بقولها نحن بدنا مش بس نطور اللعيب بدنا نطور الكوتشيه بدنا نطور كل شيء السكاوتس السبورتس جورناليزم بلبنان الميديا كل شيء الادارات كل شيء نحن عندنا بلبنان بده يعلى تنقدر بعد 10 15 20 سنه نقدر ننافس بطولات العالم او نقدر نحن نروح على الاولمبيك جيمز سكند راوند كل شيء مزبوط. بيير اخر سؤال عبالي هيك اسالك اياه لانه كنت عم تقلي قبل شوي عن فرق الوزن وكنت عم تحكيني امبارح عن الريبورتس انه قديش كنت عم تبعت ريبورتس والقصص كلها بطريقه فيري بروفيشنال وبرافو انه ذس از فيري امبورتنت مش بس لك ومش بس لياخذوا ريبورت الاتحاد او الكوتشيه حتى للعالم من بعد كمان اذا رجع مثلا عمر سبلمن لاعب معنا بالمستقبل يعرفوا شو الهيستوري تبعوله معنا وشو عم بيصير. بس كنت عبالي اعرف شغله لانه سمعت محل شرب الرزق كان عم بيقول انه عمر سبلمن نصحان 4 كيلو وصار خسران منه 3 كيلو وقال وقتها انه الفيزيكال ترينر والكوتشي عم يبعثوا له ريبورت بعد كل نهار. اذا هيدي الخبريه مزبوطه طيب كيف عمر سبلمن عم نحكي نحن هلا انه هو كان اوت اوف شيب؟ هو بقول لك شغله الكل كانوا حارسين وعم بتابعوا ليل نهار ان كان الامين العام و رئيس الاتحاد في اشخاص كانوا معنا بالبعثة على الارض في اشخاص موجودين بلبنان بس عقلهم هونيك 24 ساعة انت بدك تطمن وتريح الاشخاص وبدك تكون اونست معهم تبعت شيء يعني انه بدهم يعرفوا تحركاته كل نهار يعني هو معنا بالاوتيل منه محل تاني بس بده يعرفوا هل هالزلم لانه عليهم المسؤولية يعني الاتحاد اللبناني مبدئيا كل المنتخبات راحت كاس عالم احلى نتائج بس هالأشخاص يعني بدو يكملوا مهمتهم للآخر بكأس العالم ففي شخص مجنس واعين بمشكلة عم نتعاون كلنا مع بعض يعني أنا اللي عم بعمله منه شيء غيري ما بيعمله أو ما حدا عامله أنا عم بعمله المينيموم كنت تحافظ لهم عليه وتابعت لهم تقرير إنه لأنه انتبه أنا ما بعرف حدا منهم بالاتحاد كنت بعرفهم بالشكل بالمقابلات بالجيمات وما بعرف إذا كانوا هني بيعرفوني هلا صرنا نعرف بعض هلا صار في ثقة بين بعض حتى مش موضوع عمر سبلمن جاد أنا بدي زيد عليك أكتر من تركيا أنا كان في اتصال معهم أكيد مع الجهاز الفني ومدير الفريق ومدير البعثة كنا موجودين أنا كنت حاطط ورا وقلم قدامه عم بحكي كيف بلشت حديثي معك عم بحكي عن وائل عرقجي وعلي منصور من وين جايين وائل عرقجي أنا قبل ما أنا أجي لعبوه جايين إيران هل هالشي كان بوقته؟ هل البلاينج تايم كان مظبوط يلعبوا وائل هالوقت؟ فوائل ما كان راجع بعد مظبوط بدك تطول بالك عليه لوائل تيعطيك وما فيك تضلك عم تضغط بمحل معين لعيبتك كانوا واصلين لمرحلة حيفوتوا بالأوفر ترينينج كنت خسرتهم كلهم وهودي نجوم البلد عندك شو بتعمل مين بيلعب؟ ايه مظبوط فأنا هيدا اللي كان عم بيحدده الأمين العام هو يمكن ذكر بس عمر سبلمن بس هو كان التقرير عم بيشمل الكل وحالة منتخبات الباقية كانت هيك كله بيوصل على الورلد كاب منه مرتاح هلأ الشباب بحاجة لراحة مش هناك البعض أخذ فاكيشن البعض رجع على لبنان يعمل جود ريكوفري هون مثلا كريم زينون أخذ يومين أوف اتعالج النهار عمل مساج ديب تيشو هلأ اليوم بالجيم يعني هودي أشخاص صارت تعرف كيف لازم تشتغل فالاتحاد لازم يعرف يكون بالصورة يوميا طبعا نصدم بشيء وإذا قادر يساعدك هيساعدك الاتحاد هذا اللي كنا عم نعمله يعني كل لعيبتك كل واحد عنده الكاتبه في منهم نفس الفريق وأنا صراحة كنت على تواصل مع كوستاس مدرب اليونان اللي هو هلأ بفنر مع إيتوديس وكان بسي أسكو كنت بهالمرحلة هذا الشغل اللي عم يعملوه ليه أنا بدي اخترع أنه أنا من لبنان بعمل شيء تاني ما بنعرف أكثر من غيرنا أصلا أهم مدربين بالعالم
بهالفاز عم تشتغل هيك. اللعيب اللي عنده مش هيك مشتها كل السنة عم يتمرنوا مع كذا كوتش عم يجمعوا هيدي الداتا كلها. يعني أنا إذا كنت أنا بنادي دينامو السنة وكان في شخص معين بيتعين بالمنتخب، أنا بجيب إذا في لاعبين من دينامو بالمنتخب يجي بعطيه الداتا أنا بقدم له إياه تفضل. هيك لازم، هيك لازم. أنت بتعرف إنه بكتر عم بحكي فوتبول شوي، هلأ الجي بي اس اللي بتنحط للاعبين خلال الليج الداتا ما بيخدها الفيزيكال ترينر، تنبعت على اسباير تتحلل. مش هناك المنتخب بيتطور. انا بس استعملهم هون، انا بروح بقعد 3 4 ساعات بالبيت بعمل اناليز عليهم بضلوا عندي. بس انا شو بدي فيهم عندي اذا هاللاعب راح على المنتخب؟ كيف الاتحاد بده يعرف لاعبينه وين؟ مش هناك بتصور لجنه فنيه موجود، لجنه للياقه البدنيه لازم ينوجد. خي ما يحطوا مسؤول او رئيس عليها، يحطوا جروب اوف بيبل يتعاونوا مع بعض للاحسن للبلد. لا حاخذ من دربك ولا حتاخذ من دربي، ولا حاخذ لك معاشك ولا حتسرقني. واذا هاللعيب اليوم تمرن معي انا بنبسط اذا راح لعندك، خذ هالداتا يكمل معك. برافو. ليه انا بدي حرك خلينا مع بعض نقويس على اللي برا ونفرجيهم ان احنا عندنا مستوى مثلهم. ما في حدا من الشباب مش معلم ومش اخذ النولج وما بعده عم يطور حاله. ليه ما نقوص على بعض؟ بالعكس خد هالداتا. انا اذا بتجي لإلي منفتح على الكل وهيك بيتطور الوضع. حتى الكوتشية اذا اجتمعوا مع بعض كمان كل لعيب بالنادي اللي بيشتغل فيه يمكن يحكوا منتلي او فيزيكلي او تكنيكلي عن كل لعب بفيدوا بعض. اكيد كلهم بيعرفوا بعض، فهيك بيتطور، هيك بيتطور الشغل. وانا برأيي ينعمل لجنة، حتى اللجنة تانية اللاعبين اللي موجودين هلأ حيوصل وقت حيوقفوا باسكتبول، وأكيد في ناس عندها وقت كتير، هؤلاء الأشخاص يكونوا أول داعمين للجنريشن اللي بدها تجي وتتأهل بعدين على كأس العالم. إن كان في يويو، في جهاد ابنه لفادي، في كتير أشخاص. فادي بالرياضة 7 الصبح بتكون معه. طب هالديسيبلين بعمر فوق 30 كنت موجود أنا معه، واسماعيل احمد على 4:30 التمرين على 6 على 4:30 وموجود عندك، خليت كل النادي الرياضي يجي على 4:30. اي ليد باي اكزامبل، ليد باي اكزامبل. هود الاشخاص انا هن كلاعبين ساعدوني ككوتش، مش انا ساعدتهم بس كلاعبين فيزيكلي. اسماعيل كان يتمرن مع حدا، فادي يتمرن مع حدا كمان، قربنا وجهات النظر واشتغلنا سوا 3-4 مواسم. يعني انت بالسيزن ما عندك وقت جد، والكوتش مش دائما بيعطيك وقت، واذا جيمون الصبح بيجيبون لشوتينج او لشي تاني. تمرين بالرياضه الساعه 6 انا موجود 4:30، بس وقت يفوت الهيد كوتش مره بالجمعه يشوف مين في بالجيم. طب هي اعطتك ساعه لك وخليت اللعيبه. انا مش كل يوم بدي اعمل لهم تريننج، بس في مره بدي اعمل بريفنشن، بدي اعمل كور اكسرسايز، موبيليتي ستابيليتي، في اكتيفيشن قبل التمرين. طب هي اشياء مهمه تنعمل يوميا تتحافظ على فريقك. هون بدك انت تكون عندك الهمة وبدك تبتكر وبدك انه يوثقوا فيك. فالامين العام كان عم برك، كان بوقتها عم بيقصد انا كنت اعطيه ريبورت انه توقع مني بعد يضعف 4 كيلو، وهذا اللي صار. توقع مني بعد يضعف ويكلي كيلو مش اكتر. اوكي لانه كمان ما بدك يخسر عضل، بدك يضل عنده الباور. وكنا بفترة جيمز، بس بحط لك سكيدجول قدامك، الكالندر حطيته قدامي، جيم رياحه، جيم رياحه، سفر جيم. طب ما انت بعد كل سفره وأداب بدك يوم يومين. اكيد لا اتوز تاف سكيدجول عليك، انا ما في شك بهذا الموضوع. كمل هيك، مش لانه بعرفك ولا انه اصحاب انا وياك، غلط كان ينلام الترينر بهالحاله، او حتى انه في عالم لام وجاد الحج انه هو منه عارف انه جاي اوت اوف شيب. شو بده يعمل جاد الحج؟ قلت هذيك المره جاد الحج اذا عم بيحكي معه على سبل من اوريدي عم تقول لي انت انه الكوميونيكيشن معه كانت صعبه، ما في يجي يقول له طيب شلح تيشرتك وفرجيني مثلا اذا نصحان انت او منك نصحان. في قصص كمان الواحد ما في يعملها، فايه ما في حدا ينلام بهذه الحاله الا عمر سبل من. انا برايي هو كما شو لسبل من وقال له انا اللي اخترتك والمسؤوليه عليك وانا مطلوب منك هيك وانا ححافظ عليك وبدك تعطيني هيك. وقعد مع كل لاعب وحكي معه، والكل كان متفق انه نحن ما خلصنا شغلنا، نحن كل الناس مبسوطه باللي عملناه. للاسف انا ما كنت بهذيك المرحله، هن الفرحه اللي فرحوها والتاهل وهيك وكل الويندوز راح، انا ما كنت.
كانوا كلهم قبلي، بس انا جيت بدي اعطيهم هالبلس الصغير بالاخير قدم لي علي واحميهم كلهم يروحوا عنديتهم. هلا الحمد لله كلهم سيف يعني بتصور وائل بيكون خلص هايك منا طويله قصته يعني اكل ضربه الزلمه، وكنت معه نفس الليله وعم اطمن عنه وبعدني لهلا بطمن عنه، بس توز هيت يعني. ف الفكره انه كنا متفقين من الاول بهذا الشهر هل رايحين السياحه او رايحين نقدم كل شيء عنا. عنا هاد تشانس يمكن انا ما تجيني بقى فرصه ثانيه اني روح مثل بلدي، يمكن هلا ما تجي فرصه ثانيه، يمكن تكون اخر مره، خلينا نعمل الماكسيموم ونشوف النتائج وين بتروح. بفتره من الفترات حاحكيك اخر شيء كانوا مركزين على موضوع سبيلمن، عم يحكوني ما بسبيلمن، هني يحكوني بسبيلمن انا احكيهم بامير، لان انا عارف امير قد ايه حاجته بالملعب لباقي اللاعبين، قد ايه بيريحوه بيريحهم، قد ايه ممكن يفيد. والحمد لله يعني الجهاز الطبي ما قصر، بس اخذت الجرين لايت، انا كنت عم جهزه اكيد بلا صور بلا فيديوز بلا شيء، وتعاوننا كلنا مع الجهاز الطبي. وليك امير شو عامل بجيم، وكنت انت بحاجه لهالجيم، هو اللي جابنا الجيم انا برايي، يعني تعاون مع الكل. و وائل كان له جيمو، سبيلمن له جيمو، علي حيدر له جيمو، يعني لا لا الشباب عملوا مستوى انا برايي كثير منيح، زينون الجيم تبعه، الباقيين كله عم بحارب. واذا بتشوف البنش كيف كان، يا قاعدين اعصابهم يا قايمين عم بكسروا الدنيا محمسين. لا لا انا برايي ات واز ا جود ورك اب لنا، لانه اول جيمين ما كانوا بينربحوا، تيرد جيم السيتويشن اللي كانت فيه كان بينربح، بس رياليستيكلي كمان ما كنا حنربحه. هو اخر جيمين لان احنا ربحناهم وقدمنا مستوى حلو فيهم، اخر ثلاث جيمات بس ربحنا اخر جيمين. فانا برايي لا يعطيكم العافيه، مش بس انت ومش بس الكوتش والكوتشنج ستاف، اللعيبه كلها برايي. فيني مرق شغله بس بعد اكيد كمان مش هينه ناخذ خبره ونتعلم كيف ننهي الجيم وكيف نربح. فيك تمشي معهم لهولدن المنتخبات لاخر دقيقه. كمان هون انا ما عم بحكي كوتشينج ولا عم بحكي لاعبين، هود الناس قد ما مرقوا بتجارب وباختبارات باخر دقائق، مثل ما عم بتشوف حاليا، شفت امريكا امبارح وصربيا، حتشوف الفاينل كيف حيلعب يمكن لاخر ثواني. فرنسا نهت الجيم از تيم، عارفوا باتوم عم بشوطها للثري بوينت، عارفها فايته، يعني عارفين حالهم شو عم بيعملوا. هود الناس بعرف تنهي جيمات كمان، ما هيدي كمان اكسبيرينس لنا كلنا. ايه ناقصنا خبره بيير، مش يعني نحن رسمناه على الملعب كان غلط او لا، بالعكس مش هذا اللي عم بقصده، بس انت لو جريتهم كل الماتش مش مهم تجريهم، يعني لك قد ايه نحن شغلنا بده يكون مركز وين. عندنا شغل كتير مثل ما عم بتقول، بس حتى لو اشتغلنا كتير ومشينا معهم بدك تعرف تنهي. اكيد اخر شيء الجمهور ناطر منا النتيجه ونحن ما نربح. اكيد اكيد انتبه. نحن برايي انا البريبريشن جيمز لو كانوا على مستوى فرنسا ولاتفيا وكندا كنا كاكسبيرينس استفدنا كتير، وكنا عرفنا ننهي جيمات. فرنسا نحن كان الجيم فينا نربح ولا بس لو عرفنا ننهي للجيم. فايه لازم نلعب جيمات على هذا المستوى العالي اكتر كرمال اكسبيرينس، كرمال كتير قصص تانية هوبفلي بتصير، هوبفلي مش بس كمنتخبات جاي نقدر نتحضر احسن. مثل ما انت عم بتقول ناخد بهالافكار، هلا عديتني مثلا فكره كتير حلوه عن قصه الانترنز انترنشيب، عالم يروحوا يساعدوا الفيزيكال ترينرز الفيزيوثيرابيست السكاوتس، سكاوت واحد is not enough. انت هلا ذكرتني نحن من اربع سنين وقت كنا نروح على الورد كاب رحت على تركيا تعمل سكاوتينج على فريق الاردن، مثل ما لاتفيا عملوا بابو ظبي هلا مع لبنان. ف وان سكاوت از نوت انف، بدك اثنين ثلاثه فرق الان بي اي عندهم اكثر كمان كوميتي تقريب وجهه نظر بين الاجيال. وي نيد تو بي مور بروفيشنال. ان شاء الله ان شاء الله هلا سنه عن سنه ما كله بيطلب مصاري، مش كله بيتطلب مصاري. اكيد اكيد لا اكيد لا اكيد لا اكيد لا. بيير ساعه و40 دقيقه قطعت لي حجر بس تخيل ايه، مع انه انتبه لي حجار كان كتير ملبك لما اجا واجا ارتاح هون وفلت له. انا قلت لك بختصر إيه انت العكس، هو كان كتير ملبك مع انه هو بيحكي كتير، انا كنت حاسس انت ما كتير حتحكي لانه انت بالحياة منك اكتب على السوشيال ميديا. عمري 42 هي اول مقابلة بس اتس جود. قلت لك يا مرة لازم تكون كيف هلأ كنت انت عم تشدد على sharing knowledge كمان through your social media you can share the knowledge أنا also. So sharing knowledge، حط مثلا drills شو بتعمل بالهيدا، هدول قصص كتير مهمة. حدا نصحني وانت حدا اخدت بنصيحتك ان شاء الله قريبا، يعني you should do this. انا I wanna do this not for the commercial part، ما بدي اعمل هالشي to get clients or players.
وانا دو ذس تو انجوي ات وتعمل ما عم تقول 100% يعني. بيير ثانك يو كثير اويرنس ثانك يو كثير على الحلقه الحلوه a lot of knowledge not you shared your experience معنا كمان في اخبار كثير حلوه عن المنتخب في اخبار كثير حلوه عن اللعيبه في اخبار حلوه كمان عن عمر سبلمن برأي اللعيبه اللي عم تطلع رح تشوف كيف talent is not only enough لازم كمان تعرف الwork ethic وتهتم بحالك mentally and physically مش بس physically هدول قصص كثير مهمة لتكون لعيب تقدر توصل لبعيد مش بس تكون السكيلز تبعولك عالية لازم كمان حتى mentally و physically تكون كمان حاضر أكيد. إذا حابب تزيد شيء كمان بعد أنا بدي أشكرك صراحة كتير مبسطت وكنت مرتاح عندك السيت اب روعة مثل ما خبروني وصراحة العادة معك بتريح يعني كنت مرتاح بكل شيء و عم بقول لك هيدي اول مره بطلع مش اخر مره بس ايه وان شاء الله دائما بتذكرها وثانك يو لك و اكيد حيكون لها امباكت يعني كثير وانا حشوفك يوميا وحقول لك شو عم بيصير ايه وحنشوف حاعطيك ابديت وانا اكيد حيجي كثير قصص على الانترنز باي ذا واي بس بدي اقول لك شغله كمان انه اكثريه الفيزيكال ترينرز بلبنان من وقت ما تعينت الكل بعث لي جود لك كل سندني وانا بشكرهم كلهم كثير حلو هالسبورت بالكومنتي هذا الشيء اعطاني بوش صراحه كثير حلو هذا السبورت بالكومنتي برافو سي يو ان سيزون فيرو اكيد ثانك يو لك ثانك يو لك